بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الأهلي في المونديال. زي كل يوم بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، بنحاول ننقل لحضراتكم كل ما يحدث مع بعثة النادي الأهلي في الإمارات، وكل ما يحدث هناك في الإمارات بيكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي طوال النهار، مش دلوقتي بس ولكن طوال النهار بيكون عندنا اللعيبة وهي نازلة تتغدى وهي نازلة تفطر وهي نازلة تتعشى، المحاضرات اللي بتحصل، إيه اللي بيحصل في الإمارات. ولأنه دائما الأهلي في المونديال برنامج مختلف فبتبقى فيه كل حاجة مختلفة، وبالتالي بيكون دائما نجم من النجوم النادي الأهلي وشاشة قناة الأهلي بيكون معايا على الهواء مباشرة علشان نقدم لحضراتكم هذه الوجبة الدسمة من الأهلي في المونديال. النهاردة أيضا هيكون معايا مرة أخرى النجم الكبير كابتن أيمن شوقي. ازيك كابتن أيمن؟ مشرف ومنور. الله يخليك كابتن. وكل يوم بقى هو دلوقتي انت معانا كل يوم. انا بقالي 4 أيام غايب بس بس برحب بيك كابتن اسلام، برحب جمهور الأهلي العظيم، وان شاء الله كالعاده تغطية متميزة بإذن الله رب العالمين كعادة برنامج الأهلي في المونديال. يا رب يا كابتن، أتمنى التوفيق إن شاء الله لنادينا الحبيب بإذن الله رب العالمين. يا رب. هتكلم معاك كتير وهنتكلم مع بعض في هذه النقطة، ولكن لعيبة الأهلي الدوليين وصلوا يا كابتن أيمن. وصلوا. وده الحقيقة كان مثار جدل كبير من امبارح لغاية النهاردة، وإحنا دايما بنحب يعني نروح للحقيقة دائما. وخلوني اقول لحضراتكم، وطبعا معانا وصول لاعبي النادي الاهلي كابتن ايمن لمقر بعثه النادي الاهلي علشان طبعا يدخلوا مع اصدقائهم واخواتهم من اللاعبين في النادي الاهلي، وبكره بقى ان شاء الله نشوف اختيار بيتسو موسيماني هيكون ازاي باذن الله رب العالمين. هو بس كابتن اسلام يعني ليا بس توضيح في النقطه دي، في ناس بتهاجم لمجرد الهجوم وخلاص، حتى لو عارفه الحقيقه، خلي بالك. نعم. هي بتهاجم لغرض معين. ولكن علشان تعمل لك مشكله. خلي بالك انا هقول معلومات النهارده. اتفضل. يعني انا عندي بعض المعلومات او مش بعض المعلومات، انا عندي كل المعلومات اللي حصلت في هذا الامر. كويس. لكن كويس اللي حضرتك بتقوله ده. بس لازم الناس تعرفها. هقول طبعا. ما انا هقول بالزبط. طبعا كل المعلومات، ولكن انا بتكلم في اللي حضرتك بتقوله ده. انا عارف ان هناك البعض بالظبط بيحاول ان هو يصدر مشكله بالزبط للنادي الاهلي، خصوصا بعد الفوز على مونتيريي المكسيك. صح. هم في ناس متضايقه خلي بالك جدا من مكسب النادي الاهلي الماتش اللي فات. ايوه. وكان في ناس بتراهن على خساره النادي الاهلي بنتيجه تقيله الماتش اللي فات. ايوه. ولكن الحمد لله رب العالمين، نادي الاهلي اثبت فعلا ان الاهلي دائما بمن حاضر. نعم. ايوه. وزي ما حضراتكم شايفين طبعا سلية وشريف وكل اللاعبين موجودين مع حضراتكم، واستقبالهم زملائهم اللاعبين، ويعني طبعا اعتقد ان الاستقبال ده يا كابتن ايمن دايما بيكون له جزء كبير جدا في اللي حالته النفسيه وحشه بترجع مره اخرى. مظبوط. وعايز اقول حاجه كابتن اسلام برضه، اتفضل. خلي بالك اكثر المتفائلين اكثر المتفائلين قبل ما المنتخب يروح لكاس افريقيا، نعم، يعني يقول لك ايه، يعني لو وصلنا لدور الاربعه يبقى كويس قوي، لو وصلنا لدور الثمانيه يبقى كويس. وصلنا لدور الاربعه، بس انت هنا بتقول ان انت وصلت للمباراه النهائيه، فاي لازم تاخدها. بس يعني هي ايه اللي اتعمل، عايز اقول ان هو انجاز بصراحه. طبعا. بس كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن. لو مكان مستر موسيماني تلعب حد من الدوليين؟ هنتكلم في النقطه دي، ولكن الحقيقه انا المشاهد اللي قدامي هسال حضرتك وهنتكلم فيها النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. لكن المشاهد اللي قدامي دي مشاهد رائعه الحقيقه. طبعا لانها يعني ان دلت فانها تدل على انا تعبان، انا متضايق، انا كمحمد صحيح شريف، كايمن اشرف، كسلية، كحمدي فتحي، كمحمد الشناوي، كل اللاعبين اللي موجودين، في حد ناقصين، محمد عبد المنعم، كل اللاعبين الحقيقه متضايقين وكل حاجه، ولكن في النهايه استقبال زملائهم اللاعبين ليهم اعتقد ان ده هيبقى له جزء كبير جدا جدا في السؤال اللي حضرتك بتقوله. ايوه مظبوط. اعتقد ان القعده او الجلسه القادمه ما بين اللاعبين الدوليين ومستر موسيماني هيكون لها دور مهم في اختيار طبعا بيتسو موسيماني للتشكيل بكره. هو قال انا هطمن عليهم وهعرف حالتهم ايه واقرر بعد كده اذا كانوا يلعبوا او ما يلعبوش. في الكثير بيذهب لحمدي فتحي وعمرو السولية، هيبقى صعب جدا. مجهدين. شناوي طبعا كده كده اوت. في ايمن اشرف، في محمد شريف،
ممكن نستعنى بيهم متهيألي. محمد عبد المنعم وحمدي فتحي والثلاثي هيبقى صعب الثلاثي. حمدي الثلاثي ده صعب جدا لانه ضغط ضغطه جامده جدا الثلاث ماتشات الاخيره. بالظبط. لكن ايمن اشرف وشريف شريف اعتقد ان هم متاحين لان هم ما لعبوش مباريات كثيره خصوصا محمد شريف يعني صحيح. ايمن لعب مباريات وكان فيها ضغط كبير ولكن محمد عشان ما كانش بيلعب كتير يعني اعتقد ان من الممكن ان يكون له بقى من بدايه المباراه من نص المباراه ده عايز اقول لك حاجه يا كابتن فضل. يمكن انت عاصرت مدربين كتير او مدربين فنيين كتير المدير الفني للنادي الاهلي مستر باسم السماني المباراه اللي فات كان في موقف صعب بالظبط النهارده اصعب برافو عليك بكره سوري بكره ان شاء الله برغم ان الدوليين جم انما مستر بوسماني برضه في موقف صعب ايوه يعني هو عنده الماتش اللي فات كان فيه عدم جاهزيه في عناصر بعيده عنه عناصر ناقصه وبكره في عناصر اللي هي كانت ناقصه رجعت تاني ولكن هو دلوقتي ما بين نارين هل يستعين بحد منهم هل يلعب بنفس الفريق اللي لعب الماتش اللي فات؟ ايوه عايزين نتكلم فيها ان شاء الله باذن الله مع ضيوفنا ومع حضرتك الفتره دي ان شاء الله هنتكلم فيها لانها مهمه جدا صحيح. هنتكلم فيها ونعرف وجهات نظر الكل علشان دي مهمه جدا برضو صحيح. لانه الحقيقه يعني الله يكون في عون ده برضو الشوت اللي قدامي ده المشهد اللي امام حضراتكم يا كابتن ايمن برضو اعتقد محتاج تعليق حضرتك على هذا المشهد بصراحه ميشيل يانكون اعتقد ان هو كان يعني طبعا بنقول لعلي لطفي ادى مباراه رائعه المباراه اللي فاتت ولكن خلي بالك دي اسره وروح النادي الاهلي مظبوط يعني كان ناقصهم تواجد محمد الشناوي معاهم فهو حاسس ان ابن من ولاده رجع له مره ثانيه فالعيله ان شاء الله باذن الله باذن الله نكمل بس لحد ان شاء الله احنا مكملين كده كده لحد يوم السبت باذن الله سواء لا قدر الله ثالث او رابع او ان شاء الله باذن الله نوصل لحد الفاينل فعيله النادي الاهلي او عيله فريق النادي الاهلي اكتملت مره اخرى. طيب ده طبعا مستر موسيماني والجهاز الفني بيستقبل بقيه اللاعبين الدوليين وخلي بالك برضه يا كابتن ايمن في اطار الكلام اللي حضرتك بتقوله على الشناوي تحديدا الشناوي قائد طبعا. فبالتالي يعني بيقول له خاسس ولا ايه؟ لا. لازم يكون خاسس يعني خصوصا بعد المباريات دي وبعد طبعا اول استقبال لمحمد عبد المنعم طبعا ومستر موسيماني وان شاء الله يكون القادم دائما افضل لمحمد ولمستر موسيماني زي ما كنا دايما بنتكلم يا كابتن ايمن او بدات حضرتك بالكلام ان المباراه اللي فاتت كانت المهمه صعبه جدا لكن اختيار او كيفيه اختيار اللاعبين او كيفيه اختيار الجهاز الفني واستقبال شريف برضو يعني بيبقى دايما لسنه زياده لانه يحتاج اعتقد يا كابتن اسلام ان مستر بيسو موسيماني هيكون ليه قعده خاصه مع محمد شريف قبل المباراه ولكن الاستقبال ده يا كابتن هو بيبقى البدايه طبعا يعني هو انا متخيل ان هو دلوقتي موسيماني او اي مدير فني كبير يعني ومحنك يقدر يختار دلوقتي من مجرد ان انا اشوف اللعيبه اللي بيضحك أيوه. ازاي اللي بيسلم بيسلم وجهه نظري يعني فهو ممكن يكون حاطط في دماغه او كان يكون او قد يكون اتخذ القرار بالفعل الحقيقه في ان يكون معاه مين اللي هيلعب او مين اللي مش هيلعب انا شخصيا ما اعرفش طبعا وهنتكلم انا وحضرتك في الامر ده لانه امر مهم ولكن هنقول وجهات نظر وليست معلومات هي برضو لازم نكرر هذا الامر صحيح احنا هنقول اي حاجه هنقولها ممكن تلاقونا بنختلف يعني ممكن انا اقول حاجه كابتن ايمن يقول حاجه ضيوفنا يقولوا حاجه ثالثه ففي الاخر احنا اللي بنقوله ده اللي انا هقوله انا والكابتن ايمن النهارده فيما يخص التشكيل والكلام ده كله هو ليست معلومات ولكنها وجهات نظر قد تختلف او قد تتفق معاه ف حقيقه مشهد رائع جدا واعتقد ان المشهد ده سيزيل الكثير مش كل حاجه ولكن سيزيل يعني. الكثير والكثير من الناحيه المعنويه والنفسيه اللي حاسس بيها لعيبه النادي الاهلي صحيح. بعد خسارتهم الحقيقه لكاس الامم الافريقيه في المباراه النهائيه امام السنغال ولكن برضو عايزين نشيد بيهم يا كابتن اسلام يعني هم طبعا. اعتقد عملوا زي ما قلنا كده في الاول ان هم عملوا انجاز فوق العاده يمكن مزبوط. احنا هم طمعونا ولكن اعتقد اللي حصل دوت ما كانش حد متوقعه نتمنى زي ما احنا بنقول دايما يعني محطه وعديناها
بالظبط. عدت بقى، خلينا نتفرج نبص بقى للي جاي منتخب بعد كده نتكلم عن السنغال و بالظبط كيفيه، لان احنا حتى عوده لعيبه النادي الاهلي دوليين هم في مهمه وطنيه رسميه، هم بيمثلوا مصر بيمثلوا افريقيا. فاعتقد ان دي خلاص مباراه وانتهت او بطوله وانتهت، ادوا اللي عليهم الحمد لله رب العالمين على كل شيء. دي بطوله تانية ان شاء الله رب العالمين، وزي ما قال يعني باذن الله باذن الله يكون انجاز جديد للاعيبه النادي الاهلي يسطروا بكره ان شاء الله. بالظبط كده، وده اللي انا قلته امبارح وطالبت بيه كل الاعلام الرياضي في مصر الحقيقه، لانه خلال الفتره السابقه بعيدا عن قناه النادي الاهلي يعني احنا دايما كل يوم من الصبح بالليل دايما بيكون كل برامجنا استوديو تحليلي اي حاجه صحيح. بتكون كلها خاصه بالنادي الاهلي وتحركات النادي الاهلي وده واجبنا، وكنا طبعا بنتكلم عن المنتخب وكل حاجه، ولكن انا قلت الكلام ده امبارح من فضل حضراتكم بصوا بقى، لان النادي الاهلي ممثل مصر مزبوط. وليس النادي الاهلي ما بيمثلش نفسه فقط، ولكن النادي الاهلي بيمثل مصر في هذا المعترك الدولي الكبير بطوله كاس العالم للانديه، اللي نتمنى ان احنا ان شاء الله بكره في مباراه بكره نقدر نفوز ونصعد الى المباراه النهائيه يا رب لاول مره في تاريخ النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. طيب بما اننا رجعنا يا كابتن ايمن، انا عايز برضو اتكلم في معلومات، دي بقى اللي انا هقوله القادم ما هو قادم، الكلام اللي انا هقوله هي معلومات. ده بمناسبه موضوع السفر؟ بمناسبه موضوع السفر ان محمد صلاح سافر ومندي سافر والكلام ده كله. طيب هقول لحضرتك ما حدث بالظبط بالظبط. كان هناك اتفاق ما بين اداره النادي الاهلي او اداره الكره في النادي الأهلي وإدارة الكرة في منتخبنا الوطني على أن خلاص على أن تعود طائرة المنتخب الوطني إلى القاهرة بعد المباراة مباشرة كويس. بعد مباراة السنغال مباشرة. أي. خلاص وأن يكون هناك اتفاق ما بين لاعبي النادي الأهلي أو ما بين إدارة الكرة في النادي الأهلي وإدارة الكرة في منتخبنا الوطني أن يعود فريق أو الست لاعبين الدوليين من النادي الأهلي أول ما يوصلوا القاهرة بعدها بساعتين يرجعوا على أبو ظبي. الإمارات مظبوط. وتم الاتفاق على هذا الأمر ووجدت إدارة الكرة في النادي الأهلي أن هذا الاتفاق لو اللعيبه مشيت من بعد المباراه بطياره خاصه اولا الموضوع هيحتاج موافقات كثيره جدا، فكانت كده كده الطياره مش هتطلع قبل الساعه 2 او 3 الصبح الفجر. أي. خلاص أي. فوجدوا ان فارق الساعات هيكون 4 أو 5 ساعات فقالوا لا خلاص طالما كده يرجعوا مستريحين مع فرقتهم ويمشوا من هناك. أي. ويمشوا من القاهره على ابو ظبي. وبالفعل تم الاتفاق ما بين إدارة الكرة في النادي الأهلي وإدارة الكرة في منتخبنا الوطني على هذا الأمر، وخلاص الموضوع انتهى. أي. خلاص أي. الموضوع كده خلص خلص. اللي كان بيحصل بقى الفترة اللي فاتت دي الكلام اللي كان بيحصل ولا حاجة طبعا. خلاص أنا اتفقت الكابتن سعد عبد الحفيظ مثلا إدارة الكرة في النادي الأهلي اتفقت مع إدارة الكرة مع في المنتخب الوطني على أن ده اللي هيحصل. مزبوط. بناء على إيه يا كابتن؟ أي. بناء على إيه؟ بناء على أن الكابتن وائل جمعه مدير المنتخب قال للكابتن سيد يا كابتن سيد احنا هنمشي بعد المباراه مباشره. ايوه بعد المباراه مباشره. مزبوط. طيب عمل ايه بعد ما تم الاتفاق ده؟ لا اكمل لك القصه وبعدين نرجع نقول ممشوش. بعد هذا الاتفاق خلاص اصبح هنا الدور النادي الاهلي. ايوه. امتى هجيب طياره تطلع من مطار القاهرة تاخد اللعيبة دي تاخد اللعيبة وتصل أبو ظبي. خلاص؟ أي. بالفعل النادي الأهلي وجد ميعاد طيارة الساعة 11 أو 12 الظهر مش فاكر تحديدا يعني أنا اتقال لي الميعاد بس أنا نسيته. راح أبو ظبي كويس. من مطار القاهرة وبالتالي كان يعني يا دوبك يرجعوا ويقعدوا ساعة أو ساعتين ويروح. خلاص؟ ووجدوا إن الطيارة دي ممتلئة عن آخرها ولا مكان فيها ولا مكان في هذه الطياره. أيوة. تدخل الكابتن محمود الخطيب انا بقول بالاسماء اهو يعني معلومات. أيوة. تدخل الكابتن محمود الخطيب واتكلم مع بعض المسؤولين اللي موجودين او كبار المسؤولين اللي موجودين في طيران الاتحاد. أيوة. اهو انا بقول كمان. أيوة. في طيران الاتحاد واتفق على ان يكون في 6 كراسي بيزنس للاعيبه النادي الاهلي. أيوة. كل ده
علشان اللاعبين يوصلوا مستريحين وقبل التمرين وينزلوا مع اللاعبين التمرين. خلاص؟ إذن النادي الأهلي، لو حضرتك كجمهور النادي الأهلي شفت الكلام اللي أنا بقوله ده، وشفت مندي مثلا وصل كام ساعة كام من كاميرون وراح على أبو ظبي، تقريبا وصل الساعة 7 8 الصبح. خلاص؟ لعيبة النادي الأهلي كانوا هيوصلوا أبو ظبي الساعة 12 واحدة الظهر، أو يعني واحدة 2 الظهر، فكان هيبقى الفرق 3 4 ساعات. ولكن كانوا هيبقوا مستريحين لان هيطلعوا بالطياره من الكاميرون لغايه القاهره، وبعد كده من القاهره يروحوا على ابو ظبي. ده اللي عمل، ده الهوم ورك بتاع النادي الاهلي. ده شغل اداري في النادي الاهلي حصل، وكان هناك اتفاق مره تانية، انا بس بحكي مره واثنين وثلاثه عشان تبقوا حضراتكم عارفين. كان هناك اتفاق ما بين اداره الكره مره تانية اهو، ما بين اداره الكره في النادي الاهلي اتفاق، وما بين إدارة الكرة في منتخبنا الوطني، الماتش هيخلص مثلا 11، الساعة 12 هنكون في الطيارة، الساعة 5 الصبح ولا 6 الصبح هنكون في القاهرة. لحد دلوقتي مفيش تقصير. خلاص؟ وبالتالي ده الاتفاق، وحتى بقول لحضراتكم أن شركة طيران الإمارات اللي هو المتحدة. الاتحاد قصدي، أنا آسف. طيران الاتحاد اللي هو تابع للإمارات. واتكلم الكابتن خطيب مع بعض المسؤولين اللي هناك علشان يقدر يلاقي ست كراسي بيزنس كمان تحديدا اهو، علشان اللعيبه تبقى مستريحه. وفي اخر وقت الحمد لله قدروا ان هم يوفروا طيران الاتحاد، قدر ان هو يوفر ست تذاكر للاعبين وخلاص، وتم حجز الست تذاكر للاعبين، واحنا مستنيين، قاعدين مستنيين. صحيح. خلاص. طياره المنتخب مشيت الساعه 8 الصبح من الكاميرون، يعني طياره المنتخب هي اللي اتاخرت. مالناش دعوه يا جماعه، انا بتكلم معلومات وليس كلام من دماغي. لا، ومعلومات ايه؟ ده حقائق. يعني حضرتك دلوقتي لو دخلت وسالت على طيران، ان كان في طيران النهارده الصبح الساعه 11 او 12 مسافر لابو ظبي، هتلاقي ان في طيران الاتحاد كان مسافر وكانت الطياره فل. كلام حقيقي بيحصل، و شغل اتعمل من امبارح للنهارده في هذا الامر. ولكن انا بقى افاجئ الحقيقه ان كل او بعض الناس بتحاول ان هي تدخلنا في متاهات. يعني المفروض احنا النهارده يا كابتن ايمن بدل ما بنتكلم عن هذا الامر وبنبرر اللي حصل والكلام ده كله، ها، المفروض نتكلم عن ازاي هنلعب زي ما حضرتك تفضلت وقلت، وهنعمل ايه والكلام ده كله. ولكن انا لما لقيت الموضوع كده على السوشيال ميديا، لازم توضح، لازم يبقى عندي المعلومات طبعا، وليس يعني انا الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش كلام اجتهادي، هي معلومات من مصادر موثوق منها. وبالتالي المعلومات دي معلومات حقيقيه. هل اثر النادي الاهلي من وجهه نظركم؟ انا قلت لحضراتكم، انا ولا بقول اثر ولا ما اثرش، انا بقول لحضراتكم، وفي الاخر القرار بيبقى قرار الجمهور. صحيح. اذا كنت شايف ان مجلس الاداره، او انا اسف، اداره الكره في النادي الاهلي اثرت او ما اثرتش، انا قلت لحضرتك الحكايه من الالف للياء بالمعلومات والفلوس اللي اتدفعت وكل حاجه، وفي النهايه ده اللي حصل، واللاعبين جم دلوقتي. هل هيلعبوا بقى بكره ولا مش هيلعبوا؟ دي بتاعت بقى مستر موسيماني، الله اعلم يعني. بس هو اللي عايز اقوله لك ان زي ما قلنا في الاخر، في الاول يا كابتن، ان في ناس بتحاول تصطاد في الماء العكر طبعا، وعايزه زي ما حضرتك قلت تصدر اي مشكله وخلاص، ما هي متضايقه من المشي الاولاني. هم مش عايزين الاهلي يوصل بالظبط للمباراه النهائيه باي طريقه. بالظبط، باي طريقه بالظبط. هم حتى يعني كانوا في قمه الحزن والغضب لما الاهلي كسب الماتش الاولاني. اوكي. ما مش عارفين يعملوا حاجه، فهم عايزين يقولوا اي حاجه يسيروا بيها بعض المشاكل وبعض جماهير النادي الاهلي. أوكي. ولكن اعتقد بعد اللي حضرتك قلته، وهو جمهور النادي الاهلي واعي جدا، وخصوصا بعد ما حضرتك وضحت الامر تماما، اعتقد ان الصوره بقت كامله وواضحه امام جماهير النادي الاهلي. اتبنى، انا قلت حقائق مره ثانيه، انا اسف ان انا بقول الكلام او بكرر الكلام مره واثنين وثلاثه، انا بقول حقائق يا كابتن. صحيح. ايمن، الحقائق اللي انا قلتها دي حضرتك تقدر تتاكد بحاجه واحده بس، تتصل كده وتشوف مثلا ان في طيران كذا 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 مسافر الساعه كذا، هتعرف ان كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هو حقائق
حصلت من امبارح للنهارده علشان ده دور اداري بيتعمل داخل النادي الاهلي بشكل طبيعي. صحيح. لما طلب من الكابتن خطيب ان هو يتدخل تدخل الكابتن خطيب مع المسؤولين عشان يجيب تذاكر. ادي الموضوع بمنتهى البساطه وبمنتهى طائره المنتخب مشيت الساعه 8 الصبح. يعني اتاخرت مثلا مش ساعه ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه، اتاخرت ست سبع ساعات. وانا الحقيقه هنا عندي اعتراض كبير جدا على اللي حصل، لانه اذا كان هناك اتفاق يا كابتن ايمن ما بين اتنين مسؤولين سواء في النادي الاهلي او في المنتخب الوطني. صح. النادي الاهلي في اتفاقاته دائما ما يحافظ. مظبوط. ودينا شفنا النادي الاهلي كان اكثر المتضررين بوجود لعيبته في المنتخب او تضارب المواعيد، خلي طلع المنتخب بره عشان ما يقولكش مش عارف ايه، لكن في تضارب المواعيد ده النادي الاهلي كان ايه اكثر المتضررين. مظبوط. مظبوط. طيب طب إيه حصل، ايه سبب تاخير طائره المنتخب؟ لا ما اعرفش، مفيش، ما عنديش فكره دي بقى. انا معلوماتي جايبها من الجانب الاخر من الاهلي. ما كانش الشناوي خد الطياره كان احنا قلنا حاجه الناس دي صحيح. الناس دي زي ما بيقول عايزه تعمل لك مشكله وخلاص، مشكله وخلاص. والله فانا الحقيقه حتى انا استغربت. وهنا زي ما انا بقول لحضرتك انا عندي علامه استفهام كبيره جدا. هو يا جماعه يعني النادي الاهلي بيمثل مصر، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله بيمثل مصر وحياه ربنا. يعني ايه؟ يعني اذا كان هناك اتفاق ملزم او اتفاق ما بين مسؤول هنا ومسؤول هنا كان يجب ان يتم تنفيذه. النادي الاهلي خد كل اتفاقاته على محمل الجد. هل المسؤولين في اتحاد كره القدم مثلا، المسؤولين في اداره المنتخب مش عارفين ان احنا عندنا مباراه مهمه جدا بكره؟ فكان يجب ان يتم الاتفاقات اللي تمت تحصل. ما كانش حصل الموضوع ده كله يا كابتن ايمن، كان الموضوع كبير وخلاص انتهى، وكان الموضوع خلص. مزبوط. مزبوط. كان الفرق هيبقى اربع خمس ساعات بس. صح. مش قصه كبيره يعني. مظبوط. صح. فالحقيقه كنت اتمنى ان ده يحصل، ولكن في النهايه خلاص احنا امام امر واقع. وصلوا السلامة. الدنيا تمام، الامور كويسه، ودينا شفنا مستر موسيماني دلوقتي. نعم، والامر في ايد مستر موسيماني. بقى الموضوع في ايد مستر. بس هو بكره ماتش صعب يا كابتن اسلام. قوي. هم مش ناسين اللي حصل السنه اللي فاتت. لا مش ناسين، ولما هنشوف المؤتمر، احنا عندنا المؤتمر الصحفي لفريق بالميراس، وعندنا المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي، هنتكلم هنجيبهم لحضراتكم ونتفرج عليهم. ولكن الكلام اللي اتقال في المؤتمر الصحفي واضح جدا ان هم مركزين، واضح جدا ان هم بيحاولوا يبصوا او بصوا على النادي الاهلي بكل الطرق وبكل الاساليب. صحيح. علشان هو مش عايز يتغلب من النادي الاهلي مره ثانيه. صحيح. باذن يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق للاعيبه النادي الاهلي يا رب. وبرده عايز اشيد بيهم الماتش اللي فات، لان اللي حصل برده زي ما بنقول ان المنتخب ولو انه خسر في المباراه النهائيه انما عملوا انجاز، انما لاعيبه النادي الاهلي عملوا انجاز كبير جدا 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 المباراه اللي فاتت. مباراة من أصعب المباريات اللي مرت على النادي الأهلي الفترة الأخيرة. مظبوط. ولكن لعيبة النادي الأهلي كانوا عند حسن ظن الجماهير، وكانوا مش عايز أقول لك بقى على مستوى المسؤولية، لا ده أكتر كمان من كده. مظبوط. والحقيقة لأنه كمان عندنا مدير فني يستطيع أن أو بيعرف كيف يدير المباريات الثأرية تحديدا. صحيح. بس بما أننا بنتكلم عن هذا الأمر يا كابتن أيمن، هنطلع نشوف تقرير عن موسيماني كيف يستطيع او كيف استطاع ان يدير هذه المباريات الثأرية تحديدا. نطلع نشوف هذا التقرير عن بيتسو موسيماني ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. موسيماني الحقيقه واحد من المديرين الفنيين اللي بيقدر يدير المباريات الكبيره والثأرية تحديدا. صحيح. بشكل او باخر بيعملها كويس. خلي بالك كابتن، في حاجه كمان عايز اقولها لحضرتك، ان لو جينا نقيم مدرب او جينا نقيم مدير فني، حضرتك بتقيمه بايه؟ نتائجه. بالنتائج. انا بقيم بالارقام. وانا نفس الحكايه برضه. الراجل ده قاعد سنه وايه داخل، هو كان من اكتوبر اللي فات اللي هو 20 لحد النهارده، يعني بتتكلم على سنه وخمس شهور مثلا، او داخل على سنه تقريبا سنه وخمس شهور. كويس. حقق فيهم كام بطوله؟ كل البطولات في معاه من كام بطوله؟ الدوري والسوبر. بالظبط. لما تيجي تحسب هتلاقي ان هو عامل نسبه نجاحات فتره بسيطه جدا. أي. لا عاليه جدا. ما سبقوش حد فيها في التوقيت، يعني انا بتكلم على توقيت معين. نعم. سنه وشويه راجل جايب لك خمس بطولات تقريبا من اصل سبعه. كويس. فدي نسبه كبيره جدا طبعا. ساعات بتشكك فيه بعض الجماهير، بتشكك فيه. ولكن
مين فينا ما عندوش اخطاء؟ مين جالنا مدير فني او مين مدير فني في العالم كله ما بيبقاش ليه اخطاء؟ ليك اخطاء طبعا، بيتعلم من اخطائه طبعا. وطول ما احنا عايشين بنخطئ وبنتعلم، بنخطئ وبنتعلم، وكذلك المدير الفني عليه احنا بنختلف معاه وساعات بننتقد هنا في قناه النادي الاهلي، ولكن لما نيجي نقيم لا، هو لحد دلوقتي الراجل اللي ناجح. مظبوط، ناجح في عمله، والفتره الاخيره كان عليه هجوم شديد جدا 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 بمجرد الهجوم بس على النادي الاهلي. ولكن هو اثبت حتى الان ان هو مدرب ناجح، وزي ما قلت لحضرتك برضو هو في اللقاءات الصعبه وفي اللقاءات الكبيره بيجيد فيها تماما. مظبوط، ولكن على الجانب الاخر هو بيدرب النادي الاهلي طبعا، يعني طبعا طبعا في الاخر يعني طبعا مدرب كويس وجامد وكل حاجه، ولكن يعني تدريب النادي الاهلي يعني دايما طبعاً بيوديك في حته تانية. طبعا يعني طبعا اكيد تفهم الكلام قصدي ايه. طيب خلينا نروح بقى لمريم علشان نرحب بيها، عشان ايه؟ ازيك يا مريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، برحب بيك، برحب بيك يا كابتن ايمن، مبسوطه ان انا معاكم للمره الثانيه في الاهلي في المونديال. اهلا بيك. عندك اخبار مهمه وكثيره النهارده، خلينا نبدا باول الاخبار اللي عندنا. فعلا زي ما انت قلت يا كابتن اسلام، احنا النهارده فقرتنا الاخباريه مليئه بالاخبار الهامه الخاصه بتدريبات الاهلي واستعداداته جماعها طبعا لمواجهه بكره امام بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه. خلينا نروح لاول اخبارنا طبعا النهارده مع المارد الاحمر. اختتم الفريق النهارده تدريباته بقياده مديره الفني مستر بيتسو موسيماني، وبدا المران الساعه 6:30 مساء على ملعب كريكات بابو في الامارات، وده طبعا قبل مواجهه فريق بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبية بكرة إن شاء الله. كمان قاد كابالو رانجواجا مدرب أحمال الفريق اللعيبة في فقرات بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي لمدة نصف ساعة. كمان موسيماني قاد اللاعبين في تقسيمة قوية وشارك في التقسيمة جميع اللاعبين، وشهدت طبعا حماس كبير للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس. وقام موسيماني بإعطاء تعليمات محددة للاعبين أثناء التقسيمة سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية. كمان النهارده الصبح خضع كل لعيبه الفريق والجهاز الفني والاداري وكمان اعضاء البعثه في ابو ظبي لمسحه طبيه جديده، طبعا ده قبل خوض مباراه بالميراس البرازيلي في قبل نهائي كاس العالم للانديه، وده طبعا زي ما احنا عارفين بيكون اجراء روتيني قبل اي مباراه بيلعبها اي فريق في العالم كله. يعني يمكن يا كابتن اسلام وكابتن ايمن خدنا على ده خلاص، خاصه ان دايما الاعراض ما بتبقاش باينه زي ما حصل كمان في حاله مستر بيتسو موسيماني مؤخرا. لازم كمان المسحه كانت ضروريه جدا خاصه انه الاعراض ما بقتش تبان، فبقى اجراء روتيني وبيحصل كل يوم بشكل مستمر. النهارده كمان بدا بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي تدريبات الجري حول الملعب، وخاض جانب خفيف من تدريبات الكره، ده طبعا تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق. وخلاص الحمد لله بيؤدي بيرسي تاو مرحله جديده من التاهيل البدني في اطار برنامجه العلاجي والتاهيلي عشان يتخلص من الاصابه اللي تعرض ليها بشد في العضله الاماميه. نروح بقى لفريق الهلال السعودي وليوناردو جاردام. نعدي الفريق عاملين ميركاتو شتوي غير طبيعي، مش ممكن. يعني مشوا جوميز وجابوا جابوا يعني عارف عاملين حاجه. كسبوا كمان مباراتهم الاولى كابتن ايمن 6-1 6-1 ومباراه ايه جامده جدا، ولكن خلينا نفكر احنا بالميراس عشان بعد كده نشوف ان شاء الله يمكن نقابل الهلال في المباراه النهائيه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضلي يا مريم. الحقيقة إن ليوناردو جاردام المدير الفني للفريق طبعا بيعترف إن تشيلسي الإنجليزي هو المرشح للفوز على فريقه في نصف نهائي كأس العالم للأندية، لكن كمان بيقول إن الكورة ما فيهاش مستحيل. مدرب الهلال السعودي كمان بيقول إنه هيعمل تغييرات فنية في خطته وخصوصا في خط الدفاع لما يلعب تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا. الهلال السعودي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد ما كسب الجزيرة الإماراتي بنتيجة كبيرة جدا كانت 6-1. طيب قبل ما تكملي عايز اقول لك انت لسه كنت بتتكلمي عن المسحه صح؟ تمام. الحمد لله المسحه سلبيه. يعني ظهرت النتيجه ومسحه البعثه كامله، البعثه كامله يا شباب صح؟ البعثه كامله بما فيها لاعب المنتخب. تقريبا لسه لعيبه المنتخب تهيألي عشان جم متاخر لسه جايين. أيوه. احنا كنا زعين على الهواء. ايوه. فلكن دي المسحه اللي اتعملت الصبح لكل اللاعبين. الحمد لله. اتفضلي يا مالك.
نادي تشيلسي الانجليزي بطل اوروبا ادى اول تدريب ليه في ابو ظبي قبل مواجهه الهلال السعودي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. وصحيفه ديلي ميل الانجليزي قالت ان تشيلسي اتمرن بعد اقل من 24 ساعه على اخر ماتش ليه في كاس الاتحاد الانجليزي، وكمان من غير المدرب توماس توخال اللي ما سافرش مع فريقه لابو ظبي لانه اصيب يوم السبت بفيروس كورونا وتم عزله. لحد دلوقتي الحقيقه مش عارفين اذا كان توخال هيقدر يلحق فريقه في البطوله ولا الجهاز المعاون هو اللي هيقود الفريق الانجليزي في المباريات. صحيفة جلوبو البرازيلية عملت تقرير وقالت فيه إن منافس بالميراس في مونديال الأندية هو الأهلي، نادي القرن وحاصد البطولات والألقاب في مصر وفي قارة أفريقيا. كمان الصحيفة قالت إن كل حاجة في النادي الأهلي هي أحسن حاجة، حتى إن ميزانية الفريق بتقول إنه يمكن إن إحنا نقارنه بأغلى الأندية في البرازيل زي بالميراس اللي بيعتبر أغنى أندية البرازيل في الوقت الحالي. وكمان اتكلموا عن بطولات الأهلي وعددها اللي كبير وإنه نادي القرن في أفريقيا وإن إنه أول نادي عربي وإفريقي يكون عنده قناة فضائية سنة 2008. وفي ختام التقرير قالت يمتلك الأهلي قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر وتتراوح أعدادهم بين 40 إلى 70 مليون مشجع بنسبة 70% من سكان مصر. الحمد لله مش إحنا اللي بنقول أهو. أيوه صحيح. عشان ما حدش يقعد يقول لك أنتوا اللي بتقولوا. طبعا هو بيقول 40%، طبعا 40% دي قليلة جدا، لكن بس اللي بالك 70% 70% من الشعب المصري من 40 ل 70 من 40 ل 70% لكن 40 هي مش من 40 ل 70 من 70 ل 80 وجهة نظري. هو على فكرة الفترة الأخيرة يمكن أنا ليا بعض الأصدقاء في برازيليين فعلا جماهير بالميراس تقريبا كلها مستنية مباراة النادي الأهلي. أكيد عايزين يعني خلي بالك برضو عشان احنا كسبناهم. أيوة السنه اللي كده. فاتت فده فارق مش ناسيين لحد دلوقتي ان الاهلي كسب بالميراس السنه اللي فاتت. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. الحقيقه ان كل الصحف متكلمه بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي وواصفينه بشكل كبير جدا، وده يعني حاجه لا يمكن ان احنا نغفلها لان النادي فعلا نادي الاهلي نادي كبير وعظيم وده ما ينفعش ان هم يتجاوزوه او ان هم يتغاضوا عنه. صحيح. نروح بقى لموقع يول البرازيلي الشهير اللي تحدث النهارده عن مواجهه الاهلي وبالميراس غدا وقال إن في عدة عوامل مهمة يجب على الفريق البرازيلي الحذر منها، أبرزها طريقة لعب الفريق البرازيلي اللي بيعتمد على المرتدات في مواجهة الفرق الهجومية، وده مش هيكون موجود بكرة على حد وصفهم، بالإضافة إلى رغبة الأهلي الشديدة في تحقيق إنجاز أفضل من البرونزية في المونديال. أما العامل الأهم من وجهة نظرهم إن الأهلي بيعد واحد من أكثر الأندية شعبية على كوكب الأرض، لذا فلاعبي بالميراس هيخوضوا اللقاء وكأنهم في ملعب القاهرة نظرا لشعبية الأهلي الكبيرة في الإمارات. الحقيقة أن دي كانت كل أخبارنا النهاردة في جولتنا الإخبارية سواء عن استعداد النادي الأهلي وكمان الصحف يعني البرازيلية وديلي ميل كل الصحف إزاي اتكلمت عن النادي الأهلي ومواجهة بكرة. بنتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي العظيم بكرة أمام بالميراس بطل أمريكا الجنوبية إن شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن أيمن، بشكرك جدا كابتن إسلام. فقرة متميزة جدا جدا كالعادة. ويمكن كابتن إسلام اللي شدنا برضو الماتش اللي فات حاجة كانت خارج الملعب ودايما بتشدنا ودايما نمره واحد وراء انتصارات النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي الحقيقه دائما ما يكون له الدور الاكبر والاهم في فوز النادي الاهلي في كل شيء الحقيقه. صحيح. جمهور مختلف جداً. واعي عارف هو بيتكلم ازاي، عارف هو بيعمل ايه، عارف مصلحه فريقه وعارف ان ونفسه يكسب دايما ودي اهم حاجه وهو الباعث الرئيسي لكل شيء جيد في النادي الاهلي. وعايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. لو لا دي انا حضرتها بقى، لو فريق غير النادي الاهلي بيمر بنفس الظروف الصعبه اللي مر بيها الماتش اللي فات وغايب عنك تقريبا قوامك الاساسي او ثلاث ارباع قوامك الاساسي. نعم. انا كمتفرج او يعني مشجع لهذا النادي هخاف اروح الماتش. مش عدم ثقه ولكن هقول ايه؟ لا يعني انا ممكن اروح وازعل والاغلب عايز افرح وبتاع وخلاص. المباراه قبل المباراه بثلاث ساعات يا كابتن اسلام الاستاد مقفول، جمهور النادي مقفل الاستاد، جمهور النادي الاهلي مظبوط سبحان الله. يعني حضرتك بتقول جمهور النادي الاهلي هو رقم واحد ورا انتصارات النادي الاهلي فعلا. تعال بقى نروح نشوف تقرير يلا. عن جمهور النادي الاهلي اللي هو رقم واحد وراء انتصارات النادي الاهلي. يلا بينا. بالفعل هو الجمهور دائما ما يكون رقم واحد في كل ما يخص النادي الاهلي طوال تاريخه من 1907 وحتى الان. كابتن ايمن خلينا نروح لزميلنا
المتألق دائما الحقيقة أمير هشام، يقول لنا برضو من أبو ظبي طبعا كالعادة، يقول لنا إيه آخر أخبار النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي. أمير اتفضل. زيك الأول طبعا، وتحياتي ليك وتحيات الكابتن أيمن ليك يا أمير، ويعني طمنا بقى الأخبار النهاردة إيه. تحياتي لك يا كابتن اسلام، تحياتي للكابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص استعدادات اخيره وساعات قليله جدا جدا بتفصل النادي الاهلي على مواجهه نص النهائي امام فريق بالميراس البرازيلي. مواجهه مرتقبه ومهمه وصعبه جدا جدا جدا، لكن خليني اقول لك ان الكل هنا جاهز يا كابتن اسلام، والكل هنا يعني مستعد اتم الاستعداد لهذه المباراه على جميع الاصعده، سواء نفسيا ذهنيا بدنيا فنيا، الكل جاهز باذن الله كفريق. الحمد لله ما فيش اي اصابات مؤخرا، يعني حتى مغربي لما اتصاب في مباراه مونتري يعني كان عباره عن كرامب بس، لكن شارك في التدريبات امبارح، التدريبات الاستشفائيه شارك فيها، النهارده شارك في المران كامل بشكل طبيعي. الامور كلها على ما يرام. كمان اكتملت صفوف الفريق بانضمام الخماسي الدولي، خماسي النادي الاهلي المقيدين في قائمه الفريق في كاس العالم للانديه، وده يعني يعتبر دافع من الدوافع اللي دايما دايما لاعبي النادي الاهلي بيحاولوا يخلقوها لنفسهم بشكل او باخر، عشان باذن الله يقدروا ان هم يعني يأدوا كل اللي عليهم في المباراه. هو ابرز حدث في الحقيقه انضمام الدوليين، كان في ترحاب كبير جدا جدا من الفريق لفور وصول عناصر الاهلي الدوليه لمقر الاقامه، وكواليس كتير تتعلق بوصولهم في الحقيقه، لان الناس برضو كان زي ما قلت لحضرتك امبارح يا كابتن اسلام، يعني في ناس برضو كان بتقول كان ممكن يجوا بدري عن كده، لا ما كان صعب جدا ان هم يجوا بدري عن كده. ده هو يعتبر النهارده كده في التوقيت ده هم وصلوا بالظبط 11:30 بتوقيت ابو ظبي، يعني 9:30 بتوقيت القاهره، يعني معنى كده هم اصلا يعتبر جم بدري، كمان كان من المتوقع ان هم يجوا 1:30 او 2 صباحا بتوقيت ابو ظبي، لكن سرعه الاجراءات والمجهود الكبير جدا اللي بذلته اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي والاستاذ العمري فاروق، بالتنسيق كمان مع يعني الكابتن سمير عدلي، اجراءات كانت سريعه جدا. حتى من ضمن التفاصيل الصغيره كان في عربيه فان هي اللي هتاخدهم من مطار دبي عشان يجوا على ابو ظبي، لكن النادي الاهلي قرر قال لازم عربيات على اعلى مستوى يعني فيها اريحيه كبيره وتدي راحه للاعيبه ان هم قاعدين، عشان تجنبا برضو لمزيد من الاجهاد. فعلا اللعيبه كلهم جم على متن 3 سيارات، يعني من فخمين جدا جدا لراحتهم وكبدايه للاستشفاء بالنسبه لهم، في اطار طبعا مجهود كبير جدا هيبذل من دكتور كمان احمد ابو عبله، وانا يعني اصريت ان انا اساله النهارده على هامش المران، وقلت له انت دلوقتي كطبيب للفريق هتتعامل ازاي في موقف زي ده؟ اكيد مستر بيتسو موسيماني ممكن يكون محتاج الدوليين، فرص مشاركتهم في المباراه هتكون ازاي؟ يعني الراجل قال ان احنا معانا اجهزه استشفاء ممتازه جدا جدا هنشتغل عليها، هنبص على حاله كل لاعب، لكن لازم نحترم الاجهاد البدني ولازم نحترم الاجهاد الذهني الخاص باللاعبين، لان كانوا في بطوله قويه جدا جدا ومجهود عظيم وكبير على مدار مباريات مختلفة، فكلها حسابات. الكل هنا بيحاول يقوم بدوره على أكمل وجه، والكل هنا بيحاول إن هو يشوف الأنسب لمصلحة الفريق، لكن يبقى القرار في الآخر لمستر بيتسو موسيماني في يعني إمكانية اختيار أحد العناصر الدولية إن لم يكن أغلبهم، الله أعلم ممكن يكون كلهم، لكن في اعتقادي الشخصي هيكون صعب جدا إن أي حد فيهم يبتدي بشكل أساسي هذه المباراة، لكن قد يتم الدفع ب البعض في أثناء اللقاء وعلى حسب سير المباراة، لكن شبه مؤكد يا كابتن إسلام، شبه مؤكد، والجزئية دي لازم نركز فيها شوية، إن حتى لو لعبت عناصر دولية من لاعبي النادي الأهلي، الدوليين اللي وصلوا دلوقتي هياخدوا دقائق في المباراة، لكن صعب قوي قوي أي واحد فيهم يلعب مباراة كاملة، لكن تبقى ظروف المباراة هي اللي بتحكم طبعا، وقرارات مستر بيتسو موسيماني هي اللي بتتنفذ في الآخر، لأن هو أدرى بكل شيء وهو أكيد مدرب كبير. ده فيما يتعلق باللاعبين الدوليين واستعدادات الأهلي من خلال كمان مران كان النهارده في بعض الجمل التكتيكية المفصلة جدا جدا واللي اشتغل عليها، وفي الحقيقة مستر بيتسو موسيماني ذاكر فريق بالميراس بشكل كويس وبيحترمه بشكل كبير قوي، لكن من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نتكلم عليها وهي تصريحات المدير الفني لبالميراس أبل مستر أبل فريرا، واللي قال إنه
الاهلي فريق كبير جدا، وقال كلام كابتن اسلام في الحقيقه يعني الواحد وهو قاعد جسمه اشعر، فهي حاجه من الاثنين، يا اما هو بيعمل لنا تنويم يعني بينيمنا شويه، يا اما الراجل فعلا بيقول اللي هو شايفه ان الاهلي فريق قوي جدا وماتش صعب علينا قوي وكلام من ده. فلو الحل الاولاني هو بيحاول ينيمنا، فدي السكه دي مش هتمشي مع مستر بيتسو موسيماني، لان هو ملك الحاجات دي في الحقيقه، التصريحاته دايما احنا عارفينها من قبل ما يجي الاهلي ايام كان مع سان داونز. لكن المؤكد ان هو برضو الراجل في الحقيقه مدير الفني لفريق بالميراس بيحترم الاهلي احترام كبير، حتى الصحفيين البرازيليين والاجانب النهارده كلامه مع الاهلي كان مميز جدا. ابرز تصريح قاله المدير الفني لفريق بالميراس لما قال اما الاهلي كان بيلعب مباراه مونتيري بالفريق بي، يبقى الفريق ايه عامل ازاي؟ الفريق الاول عامل ازاي؟ لو دول البدلاء او دول الاحتياطي، طب الفريق الاول هيبقى عامل ازاي؟ قال الفريق فرقه جامده جدا وعملوا ولعبوا بذكاء كبير جدا قدام مونتيري واضاعوا اكتر من فرصه، فاحنا بنحترمهم واحنا متواضعين جدا، ده على حسب كلامه. واكيد مباراه هتكون صعبه علينا زي ما هي هتكون صعبه عليهم. حاولت بصراحه اخرج منه في سؤال كده يعني بعض التفاصيل تتعلق بالاستراتيجيه اللي ممكن يلعبوا بيها، بس الراجل يعني خد باله ان احنا مصريين ومن قناه النادي الاهلي، فما رضيش يقول لنا على الاستراتيجيه اللي ممكن يلعب بيها هذه المباراه، لكن قال ان احنا اكيد هيبقى هنحاول نستغل كل الفرص وهنكون هادين قوي في الملعب، مش هنكون متسرعين، والدور على اللعيبه ان هم يستغلوا كل الفرص. بالمناسبه اتفرجت على المران او جزء من مران بالميراس، وفي بعض الجوانب التكتيكيه اللي اشتغلوا عليها بشكل كبير قوي احنا لاحظناها في الحقيقه. ما كان الجزء ده ما كانش مصور قوي، ما كانش حد بيتفرج عليه قوي، او ما كانش حد بيشوفه غير يعني اعضاء بعثه بالميراس، وكان ممنوع اي حد تاني يقف وكده، بس يعني عرفنا نخطف كده كام حاجه. لكن في كل الاحوال يبقى التوفيق من عند المولى عز وجل ان شاء الله باذن الله في مباراه الغد، والكل يعمل اللي عليه وان شاء الله الاهلي يكون موفق. يعني ما فيش تفاصيل تانية غير مثلا فيما يتعلق بجمهور الاهلي، وده الامر الاهم والشيء اللي لازم نتكلم عليه شويه يا كابتن اسلام، لان هحكي لك موقف حصل وعرفته من صحابي، من ناس من صحابي هنا اللي حضروا المباراه، هم يعني عايشين في ابو ظبي بيشتغلوا هنا، والناس راحوا حضروا المباراه الاولى مع مونتيري، ففي الدقيقه 75 تحديدا كان الاهلي كسبان 1-0 الدقيقه 70 75، نعم في الدقيقه 70 75 كان الاهلي كسبان 1-0، فالناس ايه توقعوا ان خلاص ممكن الاهلي يتأهل وتعالوا نحجز بقى ايه مباراه دور نصف النهائي ما بين الاهلي وبالميراس. فواحد منهم قال طب خلينا نستنى 10 دقائق، لا قدر ممكن يجي فينا جون فهنحجز الماتش على الفاضي. فلما جه اول مره يجي يحجز لقى التذكره تقريبا ب 200 250 درهم. بعد ال 10 دقائق دول ما عدوا حس ان خلاص الماتش في اتجاهه ان الاهلي يفوز، دخل عشان يحجز لقى التذكره بقت ب 1200 درهم. فشوف السعر ضرب لفوق ازاي، الناس استغلت جدا شعبيه النادي الاهلي، جماهيريه النادي الاهلي. لكن من المؤكد حتى لو في سوق سوداء او حاجه، من المؤكد الحضور هيكون غفير جدا على غرار مباراه مونتيري. جمهور الاهلي هو العنصر الاساسي واللاعب رقم واحد واللاعب الذي لا يفتقده الاهلي هنا في ابو ظبي، ان شاء الله باذن الله يكون دافع قوي للاعبين في مباراه الغد، ويا رب يكون تاريخ جديد للاهلي بالوصول لمباراه نهائي كاس العالم. كابتن اسلام ان شاء الله رب العالمين. بنشكرك امير، واكيد هنتابع معاك على مدار الحلقه لو في اي جديد بخصوص فرقتنا قبل مباراه الغد ان شاء الله هنبقى متابعين معاك. ولسه برضو عايشين مع اجواء مباراه الاهلي وبالميراس، تعالوا نروح نشوف المؤتمر الصحفي المستر بيتسو موسيماني وكابتن رامي ربيعه، ونشوف كابتن اسلام قالوا ايه قبل ماتش الغد، وبعدين نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل بقى نستقبل الدكتور احمد ثابت ودكتور محمد جمال وتحليل رقمي مهم ومتميز جدا 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 كالعاده. سيمي فاينال ذا وورلد كاب كلاب وورلد كاب فيرست وي ار هامبلد ذات وي ار مانجد تو بي هير. اولا نتشرف اننا هنا في نصف النهائي للمره الثانيه على التوالي، هذا جيد لفريقنا ولنا وللمشجعين. نعلم جميعا كم كان الأمر صعبا عندما واجهنا بالميراس سابقا في قطر، ذهبنا لركلات الترجيح للفوز، وهذا يظهر مدى المستوى الجيد في كلا الفريقين. ونحن أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وهم أبطال أمريكا الجنوبية لثاني مرة أيضا على التوالي.
هذا يظهر قوة الفريقين بنفس المدربين. نحن جاهزون، أتينا هنا للفوز باللقاء. واجهنا العديد من الصعاب، نحن لا ننظر إلى الصعاب ولكن ننظر إلى اسم الأهلي. لدينا فقط 5 بدلاء ولكننا نؤمن بأنفسنا، وفي النهاية هناك فريقان في الملعب، لذا نحن جاهزون ونتطلع للمباراة ولتكرار ما حدث في المواجهة السابقة. نعم لديهم الفرصة، تخطينا المخاطرة وهذا يعتمد على حالتهم. نحن استدعيناهم وسيكونون متاحين، ولكن هذا لا يعني أنهم سيشاركون. هم كانوا يلعبون في نهائي أمم إفريقيا وسيسافرون مسافة طويلة، وهذا ليس سهلا، هناك عدد من الخطوات قبل مشاركتهم. نحاول مع الإدارة إيجاد الحلول دوما لاستدعائهم بسرعة وسهولة، ولكن عندما لعبنا المباراة الأولى لم يكونوا هنا، وقد رأينا ثقة في أداء الفريق وهذا يدعوني للثقة بهم أكثر. نحن نريد الفريق متكاملا بالطبع، ولكن علينا إيجاد التوازن واللازم مع مراعاة الأداء والديناميكية اللازمة وكذلك الأريحية المتوازنة، وهذا أمر صعب. ولذلك كرة القدم ليست خطط فقط، علينا إيجاد التوازن الأمثل بين اللاعبين وإيجاد اللاعب الأمثل. لم أرهم بعد، فكيف لي أن أعرف مدى استعدادهم؟ كل الناس يتحدثون عنهم وأنا أيضا أتساءل أين هم؟ أريد أن أحييهم وأرحب بهم. علينا أن نتفهم أنهم الآن ليسوا سعداء، لقد خسروا النهائي منذ فترة قليلة وهذا أمر ليس سهلا. أتمنى أن يتجاوزوا الإحباط ويساعدونا إذا استطاعوا، ولكن لم أرهم بعد بعكس فريق بالميراس. الأهلي فريق عظيم بالنسبة لي، عندما قدمت للتدريب كان لدي طموح كبير وأن أكون مدربا للأهلي، هذا أمر كبير. في الموسم الماضي حصل الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط. هذا أمر كبير وشرف لي أن أكون المدرب لهذا النادي، وأنا أتفهم أن الأهلي مر عليه مدربين كبار من أوروبا وأنتم تعرفون الأسماء ويمكنكم البحث والمشاهدة على التلفاز. لم أكن أتوقع أن أكون في نفس المكان الذي كان به مدربون كبار من أمريكا الجنوبية، ووجودي في مكان كان به مدربون كبار في الأهلي مثل الشهير مانويل جوزي والكل يعرفه، لا يمكن لأحد أن يكون مثله. هو أمر كبير بالنسبة لي الوصول إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، أمر كبير، ولكن جوزي حقق إنجازات عديدة. إذا نظرت له أجد المسافة بعيدة، أنا هنا منذ 15 شهرا فقط وهو استمر لسبع سنوات وفاز بدور الأبطال 4 مرات، لدي 3 ألقاب وربما أحصل على الرابع في المرة القادمة، لا أحد يعلم، الأمر في علم الله، ولكنه مدرب كبير وأنا دوما أتحدث عنه وأقدره. من العدل ألا تتم مقارنتي إلا بعد 7 سنوات، ولكن هذه الفترة طويلة وليست سهلة أن تكون مدربا للأهلي لسبع سنوات، ولكن لا أريد المقارنة، فهو مدرب كبير من البرتغال وعمل مع أساطير. لم أرى محمد شريف بعد، أعلم الغرض من السؤال وهو التبديل الذي حدث له، ولكن محمد شريف لاعب محترف وهذه الأمور تحدث في كرة القدم. أنا لدي مثال جيد لشريف وهو ما حدث لعمرو السولية عندما خسر منتخب مصر في بطولة العرب وهو سجل بالخطأ، كان محبطا وكان هناك فترة قليلة وقلنا أنه سيساعدنا في مباراة الرجاء وحدث بالفعل أننا فزنا باللقب. فقط أقول لمحمد شريف انظر للسولية ولدينا احتمال أن تفوز غدا أو يكون له الفرصة للعب في نهائي كأس العالم للأندية، سيكون هذا ممتاز له ولتاريخ الأهلي. يعني بشر اللعبة رجالة وبشر الجهاز الفني وبشر الإدارة عامة ككل، كنا ماشيين بمنظومة واحدة وكنا مركزين وعارفين احنا عايزين ايه، وكان الهدف مننا ان احنا نوصل للسيمي فاينال وان شاء الله نبدا نركز المباراه اللي جايه اكتر من الاول. ده يحط عبء علينا وعبء على الفرقه ان احنا نبقى مركزين اكتر من الاول، لو كان في اخطاء في الاول نصلحها ونحاول نراجع نفسنا. فده يخلينا ان احنا الماتش الجاي ان شاء الله نحاول نطلع كل اللي عندنا ونثبت للناس ونثبت للجمهور ان احنا قادرين نوصل للفاينال. بس ده مش هيجي بالكلام بس، طبعا هيجي بالمجهود والتركيز في المباراه. وده هيبتدي من النهارده وابتدى من امبارح، بس طبعا
ما فيش وقت راحة بين الماتشات إن إحنا نعمل ريكفري، بس الواحد مع الكوتش طبعا بيحاول يعمل ريكفري على قد ما نقدر، ونحاول نرجع نبقى فريش تاني للمباريات. فإن شاء الله المباراة الجاية هتبقى مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن إحنا لعبنا بالميرس قبل كده السنة اللي فاتت، فهيبقى مباراة صعبة جدا وهنبقى محتاجين التركيز أكتر، لأن هم هيبقوا دارسينك وأنت دارسينهم، فالموضوع هيبقى صعب، ونتمنى التوفيق لنا إن شاء الله. وزي ما انا قلت قبل كده ان لعبناهم قبل كده السنه اللي فاتت، وفي نفس الوقت في حاجات طبعا بتتغير، وفي لعبه جديده بتخش وفي لعبه بتخرج، فالكوتش بيحاول يمشينا على سيستم ان احنا نمشي بيه، موجود اللعيبه الاساسيه او موجود اللعيبه زي ما قلت قبل كده ان مفيش فرق بين الاهلي بين اساسي واحتياطي، كلنا بنمشي على سيستم ماشيين بيه، فده السيستم اللي الكوتش بيحاول يحطه، واللعيبه اللي بتخش او بتخرج بيمشي على السيستم ده، فاحنا ماشيين بالسيستم ده في التمرين ايا كان مين اللي يلعب او مين اللي ما يلعبش. فهو بيحاول يدينا الدفعه ان احنا نبقى مركزين في الماتش كويس قوي، ونعمل اللي علينا بحيث ان احنا نبقى موجودين في الفاينل ان شاء الله. لا طبعا كنا قبل المباراه كنا عاملين حسابنا كويس قوي ان هيبقى فيه متواجد الجمهور الاهلي العظيم في الامارات، لان كان فيه بنشوف احنا على السوشيال ميديا وبنشوف حاجات ان الجمهور هيبقى متواجد، ده بيدينا دفعه قويه جدا. زي ما شفتوا اول مباراه لينا كان كل واحد زي ما قلت ان هو وحش الجمهور او وحش احساس ان في جمهور في الملعب بيبقى واقف جنبك زي ما انت قلت كده. بالنسبه لنا احنا ده اللاعب الاول مش اللاعب ال 12، انت قلت اللاعب ال 12، فبالنسبه لنا الجمهور ده رقم واحد، هو اللي بيدينا الحافز وهو اللي بيدينا الدفع انك تجري وتلعب ويبقى عندك نفس لاخر ثانيه. يعني ده دايما يعني انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين، فمن صغري متعود ان الحماس اللي بيدخل لنا من جمهور الاهلي هو ده رقم واحد عندنا. فطبعا اتمنى طبعا التواجد يزيد في المباراه اللي جايه ان شاء الله، ده يدينا دفعه ويدينا حافز ويدينا وحطينا تحت المسؤوليه اكتر ان انت تطلع اللي عندك في الملعب وتثبت لنفسك وتثبت للجمهور ان انتوا جايين نحتفل وجايين نوريكم حاجه كويسه في الملعب ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفنا ونجومنا اللي بيكونوا معانا في هذه الفقره، فقره تحليليه خاصه بالارقام والاحصائيات الخاصه بنادي بالميراس. خليني ارحب اولا بالدكتور احمد ثابت. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. انت واقف بعيد ليه كده؟ بعيد مشوار الاول هناك كنت بتقف جنبي وبتاعه، الدنيا لطيفه. كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. تمام مبسوط عشان بكره وربنا يسهل. ربنا يسهل ان شاء الله. ايه الدنيا قبل ما نبدا؟ انت احمد ان شاء الله خير بإذن كله الله. كويس باذن الله. طيب خلينا ايضا ارحب بدكتور محمد جمال. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ النهارده 2 دكاتره معانا، ف هنشوف بقى هتكتبوا لنا ايه؟ هتكتبوا لنا دواء ايه؟ ما سالتش جمال ايه الاخبار؟ حاسس بايه طيب؟ ما انا لسه كنت هروح لجمال، ما لحقتش اساله انت بقى يا كابتن. ايه الاخبار زي الدكتور احمد ولا ايه؟ لا ان شاء الله خير باذن الله، اداها باذن الله. باذن الله ان شاء الله. النهارده الحقيقه او كل الناس الفتره اللي فاتت كانت بتتكلم على اداء النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام مونتريال المكسيكي. بكره مباراه مختلفه يا احمد. بكره طبعا مباراه اصعب بكتير من المباراه السابقه. طبعا فريق بالميراس ده اول فريق يحقق كوبا ليبرتادوريس مرتين متتاليين من سنه 2000 و2001 من ايام بوكا جونيورز، ففرقه طبعا بطل امريكا الجنوبيه، فريق قوي جدا جايين كمان. انا شايف ان الدافع بتاعهم مختلف عن السنه اللي فاتت، يعني دي نقطه مهمه جدا. هم السنه اللي فاتت لعبونا بعد ما خسروا نص النهائي وبيلعبك على الثالث والرابع، فكانت الدوافع بتاعتهم اقل. مظبوط. السنه دي هو جاي عينه حاطط حلم ان هو يوصل نهائي وياخد البطوله، فالدافع عنده اكتر. الحاجه الثانيه اللي تديك دافع اكبر ان هو جاي عايز ياخد بالصقر من الهزيمه بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت البطوله الماضيه، فكل فالدافع عندهم كبير جدا. زاد، وطبعا الفرقه اختلفت كتير تكتيكيا يعني. هنبص الاول. انا شايف كمان ان هم بطريقه اسلوبهم وطريقتهم في الحوار حتى في البرازيل في الصحف وفي الكلام ده محترمين جدا النادي. محترمين صح. الموضوع مختلف عن السنه اللي فاتت شويه. صح، محترمين جدا النادي الاهلي، خاصه بعد ما حصل السنه اللي فاتت على البرونزيه منهم يعني. لكن هم تعالى نشوف بقى هم ايه اللي اختلفوا السنه دي تكتيكيا بالتشكيل يعني عن السنه اللي فاتت. اول حاجه طبعا هم عندهم في حراسه المرمى عندهم حارسين، الحارس ويفرتون. ده الحارس الثالث في منتخب البرازيل بعد ايدرسون وبعد اليسون.
بس هو تقريبا هو اللي بيلعب اساسي في الفريق. هو اللي بيلعب اساسي بس ماتشات الدوري بيلعب الحارس مارسيلو في الفتره الاخيره طبعا، عشان هو راح مع ويفرتون، راح مع منتخب البرازيل. هم بيلعبوا بال4-2-3-1 ده اسلوب لعبهم. الاثنين المساكين موجودين من السنه اللي فاتت، جوستافو جوميز، وده الكابتن ده من باراجواي عنده 28 سنه، والوان المساك الثاني ماركوس روكا، في بعض بينطقها روكا وبعض روشا، والباك ليفت جورج. ده جورج ده كان موجود السنه اللي فاتت، ماتياس فينا الجناح الخطير الظهير السقمشة رحل عنهم وجي مكانه جورج. نيجي ليه الاثنين الارتكاز، نركز قوي قوي في اللاعب اللي جاي ده، دانييلو. دانييلو ده كان رايح الارسنال وكان عنده عرض من مانشستر يونايتد في يناير اللي فات، احسن لاعب ارتكاز صاعد في البرازيل. ده عنده 20 سنه، لعيب مميز جدا جدا جدا، وهو مفتاح بناء الهجمه. هو اللي دايما بينزل لتحت عشان يبني الهجمه دايما. انا بفكر طب موسيماني انا مستني موسيماني هيتعامل معاه ازاي، مين المهاجم اللي هيقرب منه، زي ما كان كروش بيعمل، مصطفى محمد بيقرب من نور الدين، بيقرب من سفيان مرابط، بيقرب من جانج ميشيل سيري، مين اللي هيقرب منه عشان امنعهم برضو، امنع الخطوره من بدري. طب هو بعد اذن حضرتك ممكن فضل. مثلا مستر موسيماني يرحل ويقابل من نص ملعبه؟ طبعا هو بالتاكيد هيقابل ميد بلوك زي الماتش اللي فات، بس انت هم هيكونوا ضاغطينك يا كابتن ايمن. بس لما اللعيب الارتكاز هيبقى واقف هنا لازم بيكون واحد بيقرب له، بحيث ان انت بتمنع الخطر من بدري. لكن انت اكيد هتلعب ميد بلوك زي المباراه اللي فاتت، وهتعتمد على الهجمه المرتده، ده بالتاكيد. لانه بالمراس يا احمد معلش اقطع بالربط هنا، الاثنين لعيبه دول سواء دانيلو او جوستافو جوميز، البيلدينج اب اللي بيتعمل هنا من جوستافو جوميز دايما في الخط الاول لبناء الكوره، ده الخط الثاني. فبالربط بالمثال اللي انت ضربته بمصطفى محمد بتاع جان ميشيل سيري، مصطفى محمد في منتخب مصر كان بيتحرك دايما هنا في المنطقه دي، المنطقه ما بين اللعيب رقم 6 اللي بيعمل البيلدينج اب في الخط الثاني، واللعيب رقم 1 اللي هو جوستافو جوميز هنا في الحاله بتاعتنا. فطاهر غالبا لو هو اللي كان موجود بكره هيتحرك دايما في السبيس دي. اتفضل. دي نقطه مهمه جدا. الحاجه مش شرط ان انت تمسكه مان، انت ممكن تمنع زوايا التمرير بتاعته طبعًا. بتحلق عليه من بعيد. طبعا اللعيب اللي جنبه ده موجود برده من السنه اللي فاتت، زي رافائيل، لعيب كويس. وزيرو رافائيل ده مميز قوي بان هو بوكس تو بوكس، بيكمل جوه دايما، عنده حته الزياده. نيجي لرافائيل فايجا، صانع الالعاب المميز جدا برضو بالتسديدات، وكان واخد لاعب العام في الدوري البرازيلي عام 2019، لعيب كويس جدا جدا جدا. نيجي بقى لاهم لعيب في الفرقه واللي كان موجود السنه اللي فاتت في الدحيل القطري، الجناح الايمن دودو. دودو هو طبعا اهم لعيب في الفرقه، ودايما بيخش لجوه، دايما بيخش دايما كده. انا يعني معلول، ايمن اشرف، محمد مغربي، اي واحد فيهم هيمسكه ما سيبوش يخش لجوه، خليه دايما يطلع لبره. وهنتفرج ليه هو بالحالات، هنشوف هو ايه خطورته لما بيخش لجوه. نيجي للناحيه الثانيه، جوستافو سكاربا رقم 14، وده مميز بالعرضيات قوي، يعني ده اكتر لعيب بيعمل فيهم عرضيات. هو دودو دايما فاتح الملعب، يعني دودو دايما فاتح الملعب ويخش لجوه، لكن سكاربا دايما على الطرف وعايز يعمل العرضيات. نيجي ليه راس الحربة والموجود من السنة اللي فاتت معاهم روني. بس الفرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي في مركز روني، روني السنة اللي فاتت كان بيلعب جناح يمين وجناح شمال، السنة دي تم توظيفه ك كان عندهم لويس أدريانوس السنة اللي فاتت أدريانوس سنتر، فهو كان بيرحل لأنه هو في الأساس وينج. صح. كان السنة دي بيلعب هو روني بيلعب كمهاجم وهمي، دايما روني بينزل يستلم، دي الحركة بتاعتهم دايما، روني بينزل يسقط لتحت دايما، ودودو بيخش لجوه، دايما دودو بيخش لجوه. فأنا لازم خطورة النقطة المهمة جدا، دودو مين اللي هيمسكه، مين اللي هيخش، لازم يخليه يطلع لبره. زي ما هم عندهم دودو ده سلاح مهم جدا، لكن انا بشوفه اكبر نقطه ضعف بكره في فريق بالميراس هو دودو في الريباوند في الرجوع. ليه بقى؟ والكره معاه شكل كبير ومهاره وحريف وبيعمل حاجات غريبه، هنشوف دلوقتي لقطات وبيرقص وبيشوط وبيعمل حاجات غريبه، لكن والكره مش معاه ما بيدافعش تماما، مش موجود تماما. عشان كده دايما الحته ديت ان شاء الله دي لازم نستغلها، يعني الحته اللي هي عند ماركوس روكا اللي احنا عملنا عليها دايره، اللي هي المساحه اللي ورا في ظهر ماركوس روكا، في ظهر ماركوس روكا الحته دي بالظبط اهي، دي هتبقى ان شاء الله سلاح من خلال انطلاق معلول فيها. طب هل الباكين يا دكتور، هل الباكين من ورا بيطيروا زي ما لعبنا مثلا فرقه مونتريال المكسيكي كانوا طايرين من بدايه المباراه الاخيره؟ صح. ده دايما جورج دايما بيتقدم، وماركوس روشا دايما بيتقدم، او ماركوس روكا دايما بيتقدم. بس تحديدا هنا الجبهه اليمين انا بشوفها نقطه قوه. دودو لعيب حريف جدا ودايما بيخش لجوه ودايما مهاري ودايما بيصنع فرص كتير، لكن ما بيرجعش يدافع تماما.
دودو اللعيب البرازيلي، فدي نقطة مهمة. النهاردة أنت عندك معلول، إحنا شفنا موسيماني في المباراة اللي فاتت دايما بيجمع اللعب في جنب وبيلعب على الناحية التانية، اللعبة دي لو اتكررت بكرة أعتقد إن هي ممكن إن شاء الله تكون سلاح الفوز. وخلينا إجابة على سؤال الكابتن برضو، إنه ماركس روكا لما بيطلع استغلالا لأن دودو دايما بيشتغل إنسايد، هو لعيب لاين بالظبط نفس الطريقة اللي كان بيلعب بيها منتخب السنغال إمبارح بالربط يعني. ساليو سيس كان بيطلع من ناحية الشمال لعيب لاين طول الوقت شغال على الخط. ليه؟ لأن الوينجر اللي قدامه علشان يفتح المساحة للعيب ده لازم هو يبقى بيشتغل إنسايد، فهو بما إن دودو بيشتغل دايما إنسايد فماركوس روكا ده واحد من أكتر اللعيبة اللي عملت عرضيات كبرسنتج في الدوري البرازيلي السنة اللي فاتت. ماركوس روكا واحد من اللعيبه اللي عندهم الخبرات، هو واحد من كباتن الفريق بيشتغل دايما على اللاين وبيشتغل في السبيس دي، فهو سلاح ذو حدين، هم هيطلعوا كتير وهيشتغلوا كتير في المنطقه دي، لكن وجود علي معلول واحمد عبد القادر في المنطقه دي اكيد ان شاء الله هنقدر نستخدمه يعني. بس نقطه مهمه جدا عايز اقولها علشان بيبقى كل جمهور النادي الاهلي عارفها، هذا الفريق اكثر التزاما من الناحيه التكتيكيه جوه الملعب من مونتريال كابتن ايمن، بمعنى زي ما الكابتن ايمن قال انه مباراه مونتريال احنا الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نلعب على الهجمات المرتده، كل الهجمات المرتده اللي كنا رايحين بيها كانت ممكن تبقى جوان يعني، كنت ممكن تكسب سكور مثلا 4-5 المباراه السابقه مظبوط، لان انت لو رحت 4-5 مرات الاربع خمس مرات كانوا خطر. صح. فريق فريق بالميرس اكثر تنظيما صحيح. من الناحيه الخططيه واكثر التزاما مظبوط، اكثر تنظيما والتزاما من الناحيه الخططيه صح. عشان كمان عندهم دانييلو يعني، احنا لو بصينا حتى على الحالات يا كابتن اسلام زي ما حضرتك بتقول، اول حاله معانا تعالى شوف التنظيم بتاعهم في الاربعه 4-2-3-1 بص حضرتك دي طريقه اللعب عشان نشوف الاول طريقه اللعب ده ال 4-2-3-1 ده دانييلو وده زي رافائيل ورافائيل فايجا وجوستافو سكاربا ودودو وروني، ادي ال 4-2-3-1 طب ايه اللي حاميهم زي ما حضرتك قلت؟ ايه الفرق ما بين مونتيري وما بين بالميراس؟ الفرق هو طبعا زي ما احنا شايفين التنظيم هنا بقى بطريقه اللعب بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 4-4-2 ازاي؟ من خلال زياده رافائيل فايجا كمهاجم تاني عشان ايه؟ يضغط مع روني. بس هو هنا الفريق اللي قدامهم عامل ضغط عالي هم اللي عاملين ضغط عالي دي غالبا هتبقى الصوره دي متكرره بكره واحنا بنبني الهجمه، هم هيبقوا ضغط، ده شكل اللي هو هيعملوه بكره قدامنا لما نيجي نبني الهجمه او يجي علي لطفي يلعب ضربه المرمى هتلاقي الشكل ده دايما ضغط، رغم ان هم في النهائي لعبوا دفاع منطقه بس هم بيلعبوا على حسب المنافس. لسه كنت هقول لك هم فريق دفاع منطقه اكتر منه او بيعتمدوا اساسا على الهجمات المرتده، بس عشان كانوا بيلعبوا منافس بالنسبه لهم، هم شايفين ان اكيد طبعا في النهايه هناك مختلف، هم اكيد لما يجي يلعبوا انه كمان طريقه بيتسو موسيماني بكره اكيد هتفرض عليهم ان هم هيعملوا ضغط عالي، ولكن هنا بيضغط باتنين من قدام يعني من جوه من تقريبا على خط ال 18 صانع الالعاب بيتحول جنب المهاجم عشان تبقى 4-4-2 بس اللي حاميهم واهم لعيب عندهم دانييلو. أيوة. بص دانييلو فين، بص اهو دانييلو اللي عليه السبوت ده، هو اللي عامل عمليه السكريننج، هو اللي بيعمل الدستروير لكل الهجمات المرتده زي مين ديانج عندنا بالظبط، عشان كده بشوف البطوله دي فيها لعيبه ارتكازات قويه جدا يعني دانييلو ما بيزيدش، لا ما بيزيدش، هو اللي بيغطي من ورا بيبني من تحت ينزل يستلم، هو لعيب يا شوال عنده 20 سنه لعيب مميز قوي بينزل يبني الهجمه، هو اللي بيعمل السكريننج، هو اكتر لاعب قطع للكرات في الفرقه في الدوري البرازيلي. وبالنسبه لدانيلو على الرغم ان هو بيضغط دايما هنا على اداره السنتر ودايما بيعمل باك اب عشان ياخد الكره الثانيه، الا انه دايما السبيس اللي في ظهر دانيلو بتخلي الاثنين السنتر باكس مكشوفين، السبيس اللي ورا السنتر نص الملعب لما بتعمل كاونتر سريع، وهم بالمناسبه محترمين النادي الاهلي جدا، كل البرامج امبارح عندهم اللي بيتكلموا على المباراه بيتكلموا على اللي عمله النادي الاهلي مع مونتيري، بيتكلموا على الكاونترز والتحولات السريعه جدا اللي بيعملها النادي الاهلي، فهم بيشتغلوا بدانيلو عشان يقفلوا الحته دي، فانت هتلاقي دانيلو بيشتغل من مور ديب بوزيشن من مكان اعمق شويه 5-6 يارد لورا. كويس. هل في مساحه بين دانييلو وبين خط الظهر؟ يعني خط الظهر مثلا عامل عمق كبير ولا هم مقفلين المساحات والخطوط مع بعض؟ في الحاله الهجوميه بيبقى في مساحات، في الحاله الهجوميه هم معاهم الكره بيبقى في مساحات، لان هو بيطلع هنا عشان يقفل مع الاثنين اللعيبه اللي بتطلع العكس يا جماعه، عنده زيرا في اللعيب مركز 8 دايما بيطلع يلعب. انا اعتقد العكس كويس. اعتقد ان هو في الحاله الهجوميه لازم يبقى ما فيش مساحات، لانه انا كستوبر اي ستوبر يعني بيعمل بطلع. ايه بطلع بتقدم معاه باخد فرقتي وبطلع، ما هو في نفس الوقت بيرحل يا كابتن، لان هو لو ما طلعش هيبقى في مسافه بينه وبين لعيب مركز 8 ولعيب مركز 10 كبيره جدا، لو هو ما طلعش من هنا هتبقى المسافه دي كبيره، فمش هيقدر ياخد السكند بول الكره المرتده مش هيقدر ياخدها، فهو بيتواجد في المنطقه دي فبيبقى قدامه حل من الاثنين، يا اما يرجع قوي فالسبيس تزيد ما بينه وما بين الاثنين اللعيبه دول، يا اما بيفضل موجود في المنطقه دي، فبالتالي الكاونترز اللي بتتعمل هتتعمل في ظهره، فيبقى عندي اثنين سبيس
مهمين جدا، يا اما على الفلانكس بتاعت الفرقه دي ان هم الاجنحه بتاعتنا احنا، نبتدي نشتغل عليها احمد عبد القادر وحسين الشحات، يبقوا متودين في ظهر الاثنين الفول باكس بتاعهم سواء ماركس روكا او جورجي، وورا دانيلو على الرغم انه نجم الفريق وافضل لاعب وافضل لاعب صعد في الدوري البرازيلي مواليد 2001، الى انه بيبقى قدامه قرارين والاثنين صعبين، يا اما يرجع ورا يحاول يرحل عشان يقفل السبيس بتاعت وسط الملعب، يا اما هيتواجد هنا فبالتالي يبقى في 10 يارد دايما. لا ممكن يبقى عنده قرار ثالث يقول لهم اطلعوا بالظبط. ما هم لو طلعوا يبقى هو بيكشف مساحات اكبر في ظهر الاثنين، لا بيكشف بقى مساحات ما بينهم وما بين حارس المرمى، دي بتبقى ليها بيبقى بيلعب اكتر بالتسلل. هو لو لعب على الاوفسايد تراب، هم حتى كانوا بياكدوا على النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي امبارح، ان هو لو اشتغل بالاوفسايد تراب في ماتش زي ده لعيبه الاهلي السرعة زي ما وصفوهم يعني لعيبه الاهلي السرعة يضربوا الاوفسايد تراب، فبالتالي ما اظنش ان هم هيرحل قوي كده. جيمي نعتبرهم احنا نظن احنا نظن ان هم هيلعبوا كده بس. فاعتقد ان شاء الله دول التو سبيسز المهمين جدا اللي هنشتغل عليهم بكره. اتفضل نشوف التنظيم الهجومي بقى، الشكل الهجومي بتاعهم بيبقى عامل ازاي. نركز في الشكل الهجومي ال 4-2-3-1. مين اللي معاه الكوره؟ رقم 14 جوستافو. مين المهاجم اللي قدام روني بيتحرك ما بين ايه؟ ما بين الاثنين المساكين. مين اللي فاتح هناك خالص على اليمين ده؟ دودو. بص دودو عامل ايه؟ فاتح اخر الملعب اللي عليه الاسبوت. شوف المسافه ما بين جوستافو وما بين دودو 60 متر، مسافه كبيره. دودو فاتح الملعب للاخر، جوستافو بيلعب لروني، الحركه الشهيره لروني، لازم المساك بتاعه يكون رامي ربيعه. يعني مثلا يعني لو رامي ربيعه اللي هياخده اللي هو المساك الليبرو عندنا، لازم لما ينزل معاه يكون عارف روني. روني دايما بيستلم بيرجع بظهره وعايز يبازل ايه لدودو، وبيتحرك دايما في الهاف سبيسز ما بين الاثنين السنتر باك وما بين السنتر باك والفول باك اللي هنا. صح، دايما بيتحرك بس بياخد المدافع في ظهره ودودو بيقطع له، بيخش زي ما قلت بيتحرك. خطوره تحركات دودو كسايد ان فورورد ان هو بيتحرك كمهاجم تاني داخل منطقه ال 18. دايما دودو بيجي للعمق، وزي ما احنا شايفين دودو شايفين روني ايه استلم ولف بالمدافع وظهره. اذا انا احاول دايما اخلي روني ما يلفش بيا ناحيه دودو دايما. طب دودو لما بيستلم الكوره ايه اللي بيحصل؟ تعال نتفرج، شوف الصوره اللي بعدها. دودو لما بيستلم الكوره مفيش عنده غير تفكير واحد بس، هخش لجوه. اذا انا لازم بص لما خش لجوه رقص كام واحد وقع على الارض. ممكن يا دكتور تجيب اللقطه اللي قبل دي بسرعه، يعني الهجمه دي بس قبلها بثانيه، فريم اللي قبلها على طول. تمام بس هي ماشي. بص هنا حضرتك، لا اللي بعدها اللي بعدها هو ده اللي انت كده هتروح. هو زي ما بس انا كنت بس عايز في لقطه حضرتك جبتها تقريبا ديت صح. في سبعه، لا امتهالي اللي قبلها، في سبعه لعيبه او ثمانيه دول بيهاجموا زي ما قال الكابتن اسلام. ان هتبقى في مساحه كبيره جدا لو لو زي ما كابتن اسلام قال نهرهم. ان السردباكين او قلبي الدفاع ما طلعوش لحد السنتر، فهتبقى المسافه ديت كبيره جدا جدا جدا، ممكن يستغلها النادي الاهلي. صح، بص حضرتك يعني وهو لو اتفرج على ماتش النادي الاهلي اللي فات، ما اظنش ان هو هيغامر زي ما بيقول الكابتن اسلام كده ان هو يفتح الملعب بالشكل ده ويسيب مساحه كبيره للدرجات. بس احنا اللي هنسيب له الكوره، بيتسو موسيماني اكيد هيسيب له الكوره، اكيد هيسيب الكوره لابل فريرا. انا اعتقد ان موسيماني هيعمل كده، هيسيب له. خلينا نكمل لغايه لما نوصل للاهلي عشان تمام. فدي ده طبعا دودو اهو داخل لجوه. كمل الصوره اللي بعدها، هتلاقي دودو حركته الشهيره. عشان كده بقول لاي باك بيلعب على دودو 2 4 6 7 ما تخليش دودو يخش بيك لجوه. ليه؟ لان دودو لو دخل هيلفها فين؟ بشماله في البعيده. دايما عنده حركته الشهيره، دايما تخلي دودو يطلع بيك لبره اي الظهير اللي هيبقى معاه. عشان هو راجل مغربي، هو بيلعب برجله الشمال، بيلعب بالاثنين، هو بيلعب بالاثنين. بس هو حريف جدا يعني. بص كام واحد وقع من ترقيصه، دي طبعا مهاره من احرف اللعيبه عندهم، لعيب حريف جدا. بس على المستوى الدفاع هنتكلم عليه وهنشوف المشاكل. بص اثنين وقعوا على الارض من ترقيصه، وطبعا شوطه جوه وحاجه يعني منتهى المهاره من دودو. نفس الحركه لعبه تانية برده جايبينها. مين اللي معاه الكوره؟ روني. روني بيلف بايه؟ بالمدافع بظهره. عشان كده بقول له رامي ربيعه لازم يخلي باله ان هو دايما بيبص لدودو، دايما بيبقى عاملين الربط، ما يدروش السبيس في المساحه اللي في ظهر معلول وما بين معلول ومغربي او معلول وايمن اشرف. لو بدا المساحه دي مهمه، دودو دايما بيخش لجوه وبيقطع للعمق، وسواء بيعمل عرضيه سواء دايما بيخش لجوه ويشوطها في البعيده. اذا لازم انا اخلي دودو لبره. اكيد حضرتك كابتن اسلام كظهير يعني خلي الجناح يطلع لبره، ما تخلوش يخش لجوه. طبعا دودو. دي الف ب بالظبط. بس هل هو هداف؟ هو بيعرف يجيب جول؟ طبعا يا رب هداف، هو هداف الفرقه، جايب جونين في اربع ماتشات من الدوري البرازيلي.
تعال نشوف برضو دودو نفس الحكايه ده بروفايل برضو عشان نتفرج عليه كشكل نفس الشكل برضو دودو بيخش لجوه اهو نفس الشكل يا دكتور محمد بص دودو بيخش لجوه وبيشوط هو بيشتغل دايما على عدله رجله الشمال هي الاكثر دقه أوه. يعني فبيشتغل جوه انسايد زي لعيبه كتير زي محمد صلاح محمد صلاح خلي بالك هو بيلعب بيمينه كويس هما الاستراتيجي عندهم كده ان الراجل هو بيفضيله الناحيه دي علشان يروح يعمل مواقف 1 في 1 دايما واحد على واحد هو لعيب مهاري جدا جدا فالحل دايما ان انت ما تخلوش يروح مواقف واحد على واحد ما تخلوش يخش انسايد طلعه بره الرجل اليمين عنده اضعف من الشمال فيضطر يعمل الكروس بالظبط هو لو هتوصله انه يعمل الكروس فقد فعاليته وقيمته كلاعب يعني صح تعال نشوف برضو بناء الهجمه بتاعهم احنا اتكلمنا على التنظيم الهجومي واتكلمنا على اخطر اثنين لعيبه في الفرقه تعال نشوف بيبنوا الهجمه ازاي ومين اللي بينزل يستلم عمليه البيلد اب عندهم عامله ازاي مين رقم 28 دانييلو بص يا كابتن ايمن اهو دانييلو بص هم في وسط ملعب الخصم ايوه دانييلو نازل يستلم بص هو موجود فين يا كابتن اسلام ده السؤال اللي انت كنت بتسال عليه هل هو هيرحل ما هو خلي بالك بس بيلعبوا دفاع متقدم هل بالك هو موجود هم ضاغطين الخصم بس هو دلوقتي انت بتعمل سيت بلاي بتلعب انت زي ما انت قلت انت اللي معاك الكوره ده لازم اكيد انت اللي معاك الكوره فانت لما يكون معاك الكوره الطبيعي الراجل ده ما يبقاش مكانه هنا الطبيعي الراجل ده ينزل تحت شويه بص دانييلو نازل ايه نازل يستلم هو بيبحثوا دايما عن دانييلو عشان كده اتكلمت ان انت لازم تمنع البيلد اب عندهم واحد بس طاهر محمد طاهر او محمد شريف اي مهاجم لازم امنع زوايا التمرير لدانييلو يتحرك في السبيس ما بين الاثنين دول وكذلك قفشه يقرب من دانييلو قفشه ممكن يقرب من ناحيه دانييلو لو لعب ارتكاز لما نيجي نتكلم على لان ده دور مهم جدا جدا عند دانييلو يمكن دي ابرز نقاط القوه تعالى بقى نشوف ده برضو نفس الشكل اتلعبت لروني وروني بيحضر ده عمليه بناء الهجمه عندهم واتكلمنا على البيلد اب خلي بالك بيعمل سويتش برضو هنا صح. هو مش دايما بيتراجع ده فايجا ما هو هنا رافائيل فايجا لما بينزل هنا بينزل الراجل بيقفله هنا عشان يعمل السبيس بينزل يعمل الخلخله دي بينزل هنا خلي بالك الفريق اللي واقف قدامهم ده يعني واقف غلط خالص يعني بص مساحه كبيره جدا يعني بص هنا المساحه دي وانا هربط كمان ان دي صعبه قوي الدوري البرازيلي دايما ما بيبتريش بالمسابقه القويه على طول بيبتدي في اللقاءات التحضيريه او بفرق اضعف في البدايه وبيعدوا الفرق الكبيره عن بعض عشان كده هم موجودين في مجموعه لعبوا اول اربع مباريات كسبوا ثلاثه وتعادلوا واحد بالزبط. والمسيره بتاعتهم اسهل بكتير مختلف تماما لان السيزون في البرازيل بيبتدي دايما في بدايه السنه مع بدايه السنه الميلاديه أي. السيزون السنه اللي فاتت انتهى وهم خدوا ثالث الدوري السنه اللي فاتت وكان عندهم مشاكل كتير مشاكل دفاعيه لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي هنتكلم ازاي الاهلي يقدر يضربهم ويشتغل على يلا ناخد اللي بعد كده ناخد نقاط الضعف تعالى بقى شوف هنا احنا قلنا ايه دودو الجناح اليمين اهم لاعب فيهم طب هو هنا فين دودو في الصوره ما بيرجعش تماما مع ماركوس روشا او ماركوس روكا الظهير الايمن مفيش حد بيرجع معاه الصوره دي برضو مهمه معلش عايز اوري في حاجه مهمه جدا لازم نشوفها بس خليه ارجع الصوره اللي فاتت ارجع بالصوره اللي فاتت لو سمحت بس أيوة. وقف لان الصوره اللي فاتت دي برضو فيها خطا هيكون يعني واضح جدا اتمنى ان هو يكون نقطه ضعف عندهم ويحصل خلال الماتشات اللي جايه يعني اللاعب رقم اللي هو 10 اللي هو ده الباك ليفت ده او الاستوبر الثاني ده اني واحد لابس اخضر ده استوبر مظبوط ده الوان تقريبا بص بقى الباك ليفت الباك ليفت اللي هو جورج الباك ليفت ايوه اللي هو ده اللي ورا اللي هو ده ايوه بجد ده وقفته غلط جدا خلاص ليه لانه المفروض ان الاستوبر اللي كان هنا ده اللي هو ده خلاص ياخد المفروض ياخد خطوتين لجوه هيضم شويه وياخد الابيض يعني المفروض كده او لو الكره هنا ناحيه الشمال اللي هي الحته الفاضيه اللي انت بتقول عليها فهو هيبقى باصين الناحيه يعني انا هقف كده مظبوط فيا اما اللي ورا هياخد خطوتين للابيض يا اما اللي وراه هياخد خطوتين قدام زي ما انا عامل السهم كده عشان يستلم خلاص فكده كده انت عندك واحد فاضي ايوه مع ان العدد اقل صح خد بالك صح وده عدم تنظيم جيد في الناحيه الدفاعيه وبالتالي كره زي دي سهل جدا ان انا اقدر اعمل كده ويقدر يعمل كره عرضيه زي ما انا قلت لك اللي هو يعني انا بشوف ان الاستوبر ده اللي هو ده لازم ياخد خطوتين ورا عشان اصل هو واقف بيعمل ايه هنا ممكن حتى لو في مساحه يمنع البلوك لو رقم 10 ده قطع لجوه وشاط مثلا اوكي مع ان في واحد تاني مثلا فبالتالي انا كده عندي 2 على 1 في اللقطه الاخيره في الجزء الاخير معلش انا عايز اشيل الحاجات الجزء الاخير ده انا عندي هنا اهو الثلاثة دول 2 على 1 يعني بص السهم اللي معمول ده 2 على 1 اهو
واحد اخضر وما بينهم واحد ابيض قبله وواحد ابيض بعده. وبالتالي هنا انا وجهة نظري ان ده خطأ واضح جدا انا شفته في 3-4 لعبات بعد كده لما نيجي نعملها. اتفضل. تمام. نكمل برضو بقى الباك في 1-2 بالظبط كده. دودو كمان يا كابتن اسلام الجناح اليمين ما بيرجعش تماما ودي نقطه، عشان كده هم ان شاء الله لو مسكوا الكوره تقدر تضربهم في الهجمه المرتده من خلال علي معلول. نكمل الصوره اللي بعدها، الحاله اللي بعدها هنلاقي برضو نفس الشكل. أيوه. بس بقى في صوره اوضح كمان من دي، نشوف عوده طبعا هنا الظهير اتقدم وبيعمل العرضيه ودودو لسه عامل اوفرلاب وعدى فوق راح في السبيس. ودودو اصلا مش موجود في اللعبه، هو مش هيرجع، هو ما بيرجعش، هو بيسيب الباك لوحده. تعالى بقى بص الصوره دي اوضح صوره، احنا برضو هنجيبها من فوق يعني انا جايبها من تصوير. بص دودو فين اللي عليه علامه استفهام، راجع متاخر، رجع جدا. الصوره اعمل علامه الاستفهام عليه، هتلاقي نفس الشكل. بص دودو فين والباك ليفت اهو، وادي الجناح معاه بيعملوا الاوفرلاب ودودو ما بيرجعش. اذا النهارده دي نقطه مهمه جدا. تاني لقطه يبان فيها الدبل اب، الراجل الباك والجناح طالعين والراجل لسه ما رجعش، اللي هم سايبين الباك لوحده بيتراعى عليه باثنين، فبتعمل عليه الدبل اب وفضي المساحه اللي وراه. بص بقى الصوره دي اللي هي دي من فوق، ايوه هي دي. بص دودو فين برده، ايوه دي اهم صوره. بص الصوره دي كمحلل اداء دي مهمه جدا لل 4-3 دايما. بص الصوره من فوق الكادر كمان، بص دودو فين واحنا قايسين المساحه. بص يا كابتن ايمن، ايوه كابتن، ناحيه اليمين عندهم في 4 ابيض اهو قدام 3 اخضر، مظبوط، وواحد اخضر راجع متاخر. اعتقد اللي راجع متاخر ده دودو. هو مكتوب عليه اسمه دودو. مكتوب عليه اسمه صح، والباك رايت اخر لعيب في الكادر، والباك رايت اهو يعني احنا قايسين، هو الباك رايت لازم يخش لجوه. قايسين المسافه ما بين الجناح وما بين دودو 16 متر، فطبعا انت تقدر تستغل الجبهه دي، نقطه يعني سلاح مهم جدا بكره للنادي الاهلي، المساحه اللي في ضهره كويس ان هي جايه ناحيه معلول كمان. خلي بالك يا كابتن ايمن، وخاصه كمان مع اللعبه اللي بيعتمد عليها بيتسو بتحرك طاهر على الجنب اليمين وتجميع اللعب في الجنب اليمين. طيب. ثم تحويل اللعب من اليمين لليسار. بس في حاجه كمان يا كابتن اسلام بعد اذنك، اتفضل. بص برده ناحيه اليمين، في مساحه كبيره جدا ممكن برده يتلعب فيها. صح، الجناح برده هناك ما بيرجعش بالظبط جوستافو يعني بس. بص دي واضحه جدا، بص المسافات قد ايه والمساحه قد ايه ممكن يتلعب فيها برضه. بس خلي بالك الباك ليفت او الاستوبر الثاني واقف صح برضه، بمعنى ان هو يعني رحل لجوه. بمعنى ان هي لو اتلعبت الناحيه الثانيه على الاقل هيبقى في 1-1. لكن انت هنا 4-3 في واحد دايما زياده، واحد زياده دي. هم عندهم مشكله دايما يا كابتن في المساحه الدفاعيه ما بين سواء جوستافو سكارب الراجل الجناح اللي الناحيه الشمال او دو الاثنين الاجنحه ما بيرجعوش، فبيسيبوا دايما الظهير بلغط الكره متعري، عنده مشكله دايما انه بيطرح عليه، ممكن يطلع يطلع عليه بدبل اب او يطلع عليه 2-1 تعمل له مشكله. يبقى ما بين حلين زي ما حضرتك شرحت، هنا هو هنا ده واقف صح لانه مرحل داخل جوه الملعب اللي ناحيه الليفت، اللي ناحيه الرايت برده عمل الصح داخل جوه الملعب. أيوة. لان هو ما قداموش حل تاني، خلاص ما قداموش حل. لكن صح. الازمه كلها ان الراجل الجناح ما رجعش، الراجل الجناح هنا دودو ما رجعش، فانت فضيت عمل لك مشكله في الحته دي كلها. طيب يبقى لازم ناخد بالنا دايما من النقطه دي. خلينا نروح لحاجه تانية لانه ده مهم جدا، اللقطه اللي امام حضراتكم دي دايما الجناحين في فريق بالميرس مهمين جدا لان هم ما بيرجعوش، لكن هم عندهم قوه يا كابتن ايمن في الناحيه الهجوميه. طبعا مظبوط، والكره معاهم شكل تاني والكره مش معاه الدفاعي بعد كده. تعال نشوف برضو نقطه ضعف تانيه وهي الضربات الثابته، تحس ان عندهم نقطه التركيز عامه او الارتداد الدفاعي. بص ده هم واقفين كلهم على خط واحد. بص اللعيب اللي واقف لوحده ده اللي رقم 10، الكره دي متكرره هنا، ده ممسوك بعيد برضو. تعال نعد كده، هم واقفين 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 9 واقفين جوه وفي 2 في الحيطه كمان 10. قصدك ما يبقاش في رقابه على البعيد. على البعيد. فانت لو استخدمت الكره دي، لو انت عملت تكتيك اهي نفس الكلام. بص هنا يا كابتن ايمن، الراجل اللي كان فاضي من الاول هو اللي دخل رحلات وثلاثه فاضيين، ثلاثه. فانت النهارده ممكن تلعب على الضربات الثابته اللي هي بتتلعب على البعيده وتصلحها المساك سواء ربيعه او ياسر، وممكن يقوم هو لاعبها لجوه. يعني ممكن تقوم ياسر او ربيعه سواء لو ما جابهاش ممكن يلعبها يصلحها لحد لجوه. بس دي ثاني نقطه مهمه جدا كده كهيد لاين بقى، انه الماركينج او المسك المان عندهم مشكله كبيره جدا. هم بيدافعوا زون، فلما بيدافع زون ما بيمسكش كويس. دول نقطه تانية، نقطه مهمه، الجناحين ما بيرجعوش، الماركينج سيء جدا، ما بيعرفوش ان هم يمسكوا خاصه في الكرات الثابته. نفس القصه، نفس الشكل، نفس. طيب عشان احنا بس الوقت بيعدي مننا، احنا قدامنا مثلا 5-6 دقائق. نفس الشكل يا كابتن اسلام اهو، ودي الضربه الثابته برضو، مين اللي واقف ورا. فانت النهارده لو استغليت الضربات الثابته، يعني هي مش مجرد مش لعبه واحده ساووا فيها، لا ده كذا لعبه بتتكرر، يبقى عندهم مشكله في الضربه الثابته لو لعبتها في التمركز اللي بعد كده على النادي الاهلي. يلا خلينا نروح بقى للنادي الاهلي. اذا اهم نقاط الضعف اللي موجوده في فريق بالميرس واضحه جدا للكل. تمام،
صح يا احمد؟ احنا اتكلمنا على نقاط القوه ونقاط، مش معنى ان هم عندهم نقاط ضعف ان هم برضو ان احنا بنقول ان هم فريق قوي جدا جدا جدا، ولكن في عندهم بعض نقاط الضعف اللي نقدر ان شاء الله نستغلها او نلعب عليها. ومهم جدا يا جمال ان احنا نبقى عارفين ان هم فريق اعماره السنيه اقل، قليله مش كبيره. قلت عن المواجهه اللي فاتت اللي كانت في فبراير، الاعمار السنيه بتاعتهم قلت. أيوة. عن المواجهه اللي فاتت، ده مهم جدا. اللي فاتت كان عندهم لعيبه كتير جدا ماشيه، 26 لعيب. أيوة. 26 لعيب اللي مشوا دول معظمهم كبار في السن، معظم اللعيبه اللي تعاقدوا معاهم، حتى اللعيبه اللي تعاقدوا معاهم في يناير باستثناء ماركوس لومبا الحارس اللي هو واقف في الاربع مباريات الاولانيين في الدوري، كلهم صغيرين ما عدا ماركوس لومبا بس، اللعيب الوحيد الحارس اللي جايبينه من الانترناشونال 35 سنه، بقيه اللعيبه كلها بنتكلم 24 25. فالمعدل العمري زي ما كابتن اسلام قال قل جدا جدا، فده بيزود يعني بالتالي المعدل البدني هيزيد. طبعا المعدل البدني هيزيد، وبعدين خصوصا ان هم موجودين من بدري بالظبط، او يعني خلصوا ماتشهم الاخير وجم على طول، صح، على عكس مونتري. خلي بالك نروح بقى كابتن، ده مهمه جدا. نروح لتشكيل النادي الاهلي. هنبدا طبعا يا جماعه، معلش انا لازم اقول النقطه دي، تشكيل النادي الاهلي دايما يا كابتن ايمن اللي احنا بنقوله ليس معلومه، ولكن دي وجهه نظر محمد جمال. اتفضل. طبعا في حراسه المرمى علي لطفي، بيتسو هيلعب بثلاثه، هيلعب طبعا محمد مغربي لان راجل ليفت فوتد بيلعب برجليه الشمال، هيقدر يعمل الكفرج ده لو كان ايمن مش جاهز، لانه ايمن خلاص وصل المعسكر، في امكانيه انه يلعب او لا ده حسب التقدير، فاغلب الامور مش هيكون موجود. فاتفضل يا كابتن. لا يعني بتفضل ان مغربي لو كان سليم هو اللي يلعب على حساب ايمن اشرف؟ لو كان مغربي الحمد لله سليم، لكن ايمن لو ايمن جاهز 100% هو صعب جدا، لان الراجل باقي اقل من 24 ساعه على المباراه بعد ميعاد وصوله. فده صعب جدا ان هو يتواجد من بدايه المباراه، ان هو يتواجد على البنش وينزل بعد كده حسب مجريات الامور، ده شيء جيد جدا، لكن ان هو يبدا المباراه اظنه صعب، رغم انه خد معدل دقائق اقل بالظبط، ومحمد شريف خد معدل دقائق قليل جدا، فالاثنين يقدروا يكونوا موجودين. أيوة. في الاخر هي تخضع لحاله اللاعب البدنيه، وده اللي هيقرره بيتسو. هي تخضع لوجهه نظر المدير الفني، بمعنى أيوة. ان في مدير فني زي اجري. أيوة. في مونتري عمل ايه؟ لعيب الناس اللي كانت جايه من الصفر. أيوة. لعب كل اللعيبه ما عدا لعيب واحد، ما عدا لعيب واحد. اجري لعب كل اللعيبه ما عدا راجل سنتر باك مونيتاس بتاع منتخب المكسيك، لعب كل اللعيبه وجازف بيهم. أيوة. رغم ان هم كمان كانوا واصلين لكابتن 48 ساعه او 40 ساعه قبل المباراه. فهي نفس النقطه في الاخر. أيوة. المدير الفني هو اللي هيقرر اذا كان ده اوكي. بس هي وجهه نظرك ان مغربي هو اللي يبقى ويشتغل ناحيه الشمال علشان يقفل السبيس اللي كنا بنتكلم عليها انا ودكتور احمد، انه الناحيه اللي فيها علي معلول، علي راس ماله الجزء الهجومي، علي بيرجع لكن دايما هيبقى في سبيس لما يروح لدودو كمان، مش عايز اخلق دايما مواقف 1 في 1 او مواقف واحد على واحد، فانا عايز لما يكون هنا موجود علي معلول في السبيس دي. تمام. هنا علي معلول دايما لازم يروح له مغربي عشان يقفل دي السبيس دي. لازم مغربي يتحرك في السبيس دي، يقفل السبيس عشان دايما دودو هيشتغل انسايد، هو ما بيشتغلش على اللاين، بيطلع ماركوس روكا من وراه لكن هو دايما بيشتغل على الانسايد. فدودو ده راس مال بالميراس في المنطقه دي، لازم اقفل عليه بلعيب ليفت فوتد عنده القدره، لازم اكيد اكيد بيتسو هينبه عليه انه يقفل في المنطقه دي. الناحيه دي هيكون موجود طبعا محمد هاني، واحد من نجوم المباراه اللي فاتت، هيقدر يشتغل فيه المنطقه دي بشكل جيد، لان نفس اللي قلناه على دودو الناحيه الثانيه هنتكلم عليه هنا على جوستافو سكاربا، الراجل الجناح برده ما بيرجعش. مظبوط. هاني يفضل واقف بشكل كبير، رامي ربيعه لو هو اللي لعب على الرايت او ياسر هيقدروا يقفلوا بشكل كبير. عندنا في وسط الملعب ديانج، محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر. اثنين لعيبه سريعا عشان عارف الوقت بيجري، اثنين لعيبه مهمين بكره جدا جدا رغم اهميه خط الدفاع بالكامل، لكن اثنين لعيبه مهمين بكره جدا عشان اقدر اقفل واشتغل كومباكت واقدر اعمل الكاونتر بالشكل الممتاز اللي عمله بيتسو قدام مونتري. محمد مجدي قفشه مطالب بالعديد من الادوار، الدور الاولاني بالنسبه له انه دايما يحاول انه لما طاهر يكون بيضغط على الراجل جوستافو جوميز السنتر باك عشان ما يعملش البيلد اب من الخط الاول للهجمه، يكون هو بيضغط هنا على دانيلو في ظهره، لان ديانج هيكون دايما موجود في المنطقه دي بيكفر الخط الثلاثي الامامي كله، فهو مزبوط. مش هيزيد يعني انت هنا بتقول ان محمد مجدي قفشه يبقى اقرب الى اللاعب اللي هو رقم 20 اللي هو اللي عنده 20 سنه اسمه دانييلو عشان ما يطلعش دانييلو عشان ما يطلعش بالكوره، مش طاهر.
لا طاهر هيتحرك دايما في السبيس دي، لكن أوكي. لما تطلع الباس حتى لو طلعت بشكل غير دقيق من جوستافو جوميز لازم دايما قفشه يبقى بيعمل الران راب، لازم يطلع كده علشان يقفل على دانيلو اللي هو اخر لعيب في وسط الملعب هنا أوكي. لازم يقفل على لعيب مركز 6 عشان ما يعملش البيلد اب من الخط الثاني، لان هو ده اللعيب اللي دايما بيعتمدوا عليه عشان يشتغل دايما يبتدي يوزع على الجناحين. يبقى هيكون ما بين مجدي قفشه وطاهر 100%، فهو ده الدور اللي هيبقى مكلف بيه مجدي قفشه، عشان طاهر مهما يحاول انه يقفل لازم يبقى في لعيب بيعمل له رانر اب، لازم يجي من وراه عشان يقفل في المنطقه دي. ده اللعيب الاول وطاهر محمد طاهر. نعم. الضغط على جوستافو جوميز والوان دايما هيغلطهم، لان الوان لعيب كورته اقل شويه من جوستافو جوميز، عشان كده البيلد اب بيطلع من عند جوستافو جوميز. وهم دول الاثنين سنتر باك، الراجل ما بيغيرهمش، احيانا بيغير الاثنين فول باكس، بيلعب في التشكيل كتير في الاثنين فول باكس، لكن الاثنين دول ما بيتغيروش. جوستافو جوميز واحد من كباتن الفريق والبيلد اب بيبتدي من عنده، والوان واحد من اللعيبه اللي موجوده بقى لها فتره طويله في الفريق وبيعتمد عليه وفي ثقه كبيره فيه. نهايه ان شاء الله الكاونترز انا بتمنى ان احنا نشتغل بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيها المباراه اللي فاتت، نلعب كومباكت، نقفل ميد بلوك، ما نزلتش تحت قوي، تحت قوي خلينا نستقبل اللعب في مساحات قريبه من الجون، فنشتغل ميد بلوك من وسط ملعبنا، نبتدي نكاونتر زي ما احنا كنا شغالين على الفلانكس. ما عملتش كاونترنج هنا، لان كاونترنج هنا الاثنين لعيبه جوستافو جوميز والوان الاثنين طوال، مش عارف اخد منهم اي حاجه، خاصه ان طاهر في الاساس هو مش راس حربه. الاثنين هنا اللي هيشتغلوا على الفلانكس او على الاجنحه سواء حسين الشحات او احمد عبد القادر، اقدر بشكل كبير جدا جدا ان انا من خلال الكرات اللي كان بيعملها محمد مجدي قفشه، رغم ان كان عنده شويه ميس باس في ماتش مونتري، لكن لو هو ركز في دقه الباس في الخروج بالكوره، لما ابتدي اشتغل هنا دايما هحط في السبيس، لو كانت الهجمه من هنا من ناحيه الشمال هكون سبيس دايما ورا الجناح الشمال، لو الهجمه كانت من ناحيه اليمين فدايما ده دور مهم، ان اللي هيعمل ديستروينج هو ديانج، دايما اول لعيب هيبص له هو محمد مجدي قفشه، اكتر لاعب عنده دقه وقدره على الترانزيشن خاصه في ظل غياب عمرو السوليه، هو اللعيب الوحيد اللي هيقدر يطلعك. وما عندكش كمان لعيب اللي بيعمل الفورورد رانينجز او اللعيب اللي بيحط الكره بلغه الكره، كان بيحط الكره تحت رجله ويبتدي يقطع 40 50 يرضى ويبتدي يخش من هنا ويبتدي يطلع، ما عندكش اللعيب ده اللي كان بيعملها احيانا وبيتسو بيستخدمه هو اليو ديانج، لكن اليو والواجبات المكلف بيها مستحيل ان هو يطلع بالكره ويقطع بيها مسافات لانه هيفضي المساحه دي. بس خلي بالك كابتن اسلام، يعني ليا ملحوظه يعني اتفضل، ان ممكن مستر بيتسو موسيماني في بدايه المباراه ما يبقاش الضغط من قدام كده شويه، يعني ممكن يبقى طاهر مثلا عند دايره السنتر، دايره السنتر بالظبط، وقفل نص ملعبي كويس وضيق المساحات. طبعا طبعا احنا فاردينه على الملعب علشان نبين للناس الجميل، لكن طبعا الثلاثي الامامي لما هيبتدي هيتواجد هنا، لان انت بتعمل ميد بلوك هتبتدي تشتغل وتضغط في الحاله الدفاعيه وانت بتستقبل اللعب من هنا، عشان بالزبط. لما تبتدي تكاونتر هتشتغل من وسط الملعب، عشان لما تبتدي تكاونتر يبتدي الجناحين يتحركوا، حسين الشحات واحمد عبد القادر. وتاني صحيح. انا بأثمن جدا على الدور اللي لعبه طاهر محمد طاهر والتحركات المهمه اللي كان بيعملها ومحاوله تجميع اللعب دايما ناحيه اليمين، كان بيتحاول يتحرك دايما في المسافه اللي ما بين الليفت باك والليفت سنتر باك علشان يقدر يخش هنا في السبيس ده، وتجميع اللعب مع حسين الشحات وبعدين ابتدي كاونتر الناحيه الثانيه وغير الملعب عند علي معلول واحمد عبد القادر، فده دور مهم جدا جدا. تمام. نقطه قبل ما اكمل، احمد كان قال انه وكابتن اسلام قالوا في بدايه الحلقه ان هم عندهم دافعيه كبيره لان هم عايزين ياخدوا بالثأر من النادي الاهلي، خلينا اقول لك خدها بقى بالجزء الايجابي، هم تحت ضغط كبير جدا جدا، هم بينتموا لمدينه ساو باولو، ساو باولو فيها ناديين كبار خدوا كاس العالم للانديه مزبوط. سواء كورينثيانز او ساو باولو، نادي مزبوط. المدينه كورينثيانز خد لقبين، اللقب الاول في البطوله الاولانيه 2000، وعلى فكره نشاه النادي دوت، لان هم معظم اللعيبه ساعتها كانوا على كورينثيانز، فهم كانوا متواجدين اصلا اوريدي، بس علشان في بعض العنصريه فهم حبوا يستقلوا وعملوا نادي بالميرس، لان هم كمان بينتموا هناك للمنطقه الكالتشر او الباك جراوند بتاعتها ايطالي بالظبط، فعلشان كده هم شويه مضغوطين جدا. الاعلام هناك بالمناسبه في جزء من الاعلام بينتمي لبالميراس لكن الغالبيه بينتمي لكورينثيانز وساو باولو، فعاملين ضغط كبير عليهم بشكل كبير قبل البطوله، وده ان شاء الله يكون في مصلحتنا بكره ان هم مضغوطين بشكل كبير. مظبوط. تمام. عموما ده كان شرح وافي لكل ما يحدث في فريق بالميراس، اهم نقاط القوه، اهم نقاط الضعف، طبعا النادي الاهلي دي كانت وجهه نظر دكتور محمد جمال وليست معلومات مره ثانيه وثالثه ومية عشان بكره يعني، فدي ليست معلومات ولكنها هي وجهات نظر، ممكن نجد بكره كل اللاعبين الدوليين بيلعبوا محدش عارف. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت، دكتور محمد جمال، انا بشكركم على تواجدكم معنا وعلى هذا الشرح الوافي لكل ما يحدث سواء مع نادي بالميراس او مع نادي
الأهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن محمد هاني، محمد هاني اللاعب الأوروبي، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا النجم الكبير كابتن رمضان السيد، هنتكلم معاه في أمور كثيرة جدا خاصة بالنواحي الفنية لمباراة بكرة ولمباراة مونتريه، وكيف يستطيع النادي الأهلي أن يفوز غدا في هذه المباراة الصعبة جدا. نطلع نشوف تقرير عن محمد هاني، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل كابتن رمضان السيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بواحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي ومدير فني كبير وقدير، نجم الكبير كابتن رمضان السيد. ازيك كابتن رمضان؟ مشرف ومنور. ربنا يخليك يا اسلام، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. ربنا يخليك يا اسلام، منورنا كابتن رمضان. ربنا يخليك يا ايمن. ايوه ببارك لك طبعا على الاستوديو الجميل. الله يخليك، ربنا يكرمك والله. من قلبك بكتير طبعا. عارف اكيد. لا ده انت حبيبي يا كابتن. اكيد حبيبي ربنا يكرمك. كابتن رمضان، قبل بس ما نروح للنادي الاهلي، مهم جدا اعرف وجهه نظر حضرتك في خسارتنا امبارح من السنغال. وجهة نظري طبعا اعتقد ان احنا بنمتلك نجوم كبار جدا 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 الحقيقه. احنا بنمتلك نجوم كانوا سهل جدا ان احنا نحصد البطوله. نعم، من السهل ان احنا كنا نحصد البطوله. يمكن احنا طبعا للاسف الشديد احنا تعرضنا طبعا لاجهاد كبير جدا جدا في خلال الثلاث مباريات اللي قبل مباراه السنغال. معلش يا كابتن، النقطه دي مهمه جدا. حضرتك كمدير فني شايف ان الاجهاد ده يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين زي اللي احنا شفناه امبارح؟ ده 100%. بس خلاص، هو ده مهم جدا عشان بس لا طبعا. انا هقول لك حاجه يا اسلام، يعني حتى انت لو بتتابع صلاح بعد الشوط الاولاني، صلاح مش قادر يجري، مش قادر يقف، مش قادر يجري. صلاح بس لا، صلاح بالذات يعني ال 11 فطبعا النقطه دي ايمن الحقيقه كانت نقطه مهمه جدا جدا جدا. بس احنا للاسف الشديد انا بقول ايه، ان احنا حطينا نفسينا في الموقف في الموقف ده. لان احنا برضك في مباريات الحقيقه اذا كان كوت ديفوار او اذا كان المغرب او اذا كان المباراه اللي احنا عملنا فيها 120 دقيقه، اعتقد ان احنا كنا نخلصها. أيوة، نخلصها جوه 90 دقيقه. أيوة، وكنا لازم نشتغل على كده. احنا ما اشتغلناش على كده. يعني احنا لما بنيجي نتكلم بنقول ايه، بنقول احنا عندنا تنظيم دفاعي يا اسلام يا ايمن جاي هايل مظبوط. من النواحي الهجوميه لا صح، يعني بدون بقى اي ما حد يتكلم ولا حد يقول مثلا هنتكلم بننتقد ولا لا، الناحيه الهجوميه صح. احنا فيها من بطوله العرب مظبوط، احنا ما فيش شكل لينا بنشتغل بيه تاكيدا لكلام حضرتك كمان. احنا مثلا في بطوله افريقيا يا كابتن اسلام، احنا لاعبين 7 مباريات، 4 اهداف، باربع اهداف، ده 4 اهداف بتلعب على بطوله، ده كمان ده في حاجه فيهم جولين في مباراه واحده بالظبط بتاعت المغرب. بالظبط. لا ده كمان شوف انت وصلت للجول كم مره بالظبط، مرات قليله جدا بالزبط. جدا جدا بالظبط. احنا مالناش شكل بنلعب بيه في التلت الهجومي. أي، يعني مثلا حتى واحنا مجاهدين امبارح لو احنا رابطين مع صلاح، ده في كرات كان بيستلمها صلاح، مفيش اي حد خالص. بيتحرك، مفيش اي شغل بالزبط. موجود بالزبط. وده ما كان موجود الحقيقه في بطوله العرب. خسرنا بطوله العرب بسبب الحته دي. احنا عندنا تنظيم دفاعي جيد، لكن التنظيم الهجومي او شغلك في التلت الهجومي صحيح، يعني بعيد خالص خالص خالص. وكمان كان في ملحوظه كابتن رمضان كابتن اسلام، التمريرات المقطوعه مننا كتيره جدا جدا كتير. كتير جدا لدرجه انها كانت بتطلع وبترجع علينا هجمات ثانيه بالظبط، ونعتمد كتير جدا على الكرات الطويله. مباراه كوت ديفوار لو فاكرينها كان في ميس باس كتير كتير جدا كتير جدا جدا جدا. ده الميس باس بيجي من ايه يا اسلام؟ لما يكون انت مش محفظ لعبتك في التلت الهجومي، اذا كان الثلاثه المهاجمين او الثلاثه اللي تحتيهم او الباكين. يعني احنا عندنا في اشاده الحقيقه بعمر كمال كباك رايت وحاجه مركز جديد، وفي اشاده بفتوح كباك شمال وعاملين جيم ايام هايله. لكن في مشكله، انت كم مره فتوح عمل كروس؟ كم مره عمر كمال دخل في التلت الهجومي وعمل كروس؟ مفيش. مظبوط، يعني دي كانت مشكلتنا الكبيره في المباريات المهمه طبعا مش موجود. بس يا كابتن دي مفيش. النواحي السلبيه، خلينا نروح بقى للنواحي الايجابيه، لانه الحقيقه لم يكن احد يتوقع ان نصل الى هذا الدور، الى المباراه النهائيه. كلنا قلنا في دور ال 16 دور الثمانيه يعني ده كان هيبقى اخرنا بالمستوى اللي احنا شفناه ما قبل بطوله كاس الامم الافريقيه. وبالتالي لا، خلينا نبني ونبص لنص الكوب المليان، بمعنى ان خلينا نبني على ما هو قادم. عندنا حاجات كويسه جدا نقدر نشتغل بيها. عندنا محمد عبد المنعم، عندنا احمد ابو الفتوح، عندنا عمر كمال، عندنا انا بتكلم على اللاعبين اللي هم ظهروا يعني بالزهر. مهند لشين، المكاسب مكاسب مكاسب طبعا لشين، وبالتالي نقدر نبني عليه. هو في كبيات، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه كابتن برضو.
الناس قلقت امبارح ليه؟ لان احنا هنلعب السنغال تاني. لا بس ما هو الكابتن رمضان رد هو قال من البدايه انت فاقد 90 دقيقه اللي هي المباراه الزياده اللي احنا لاعبينها اكيد، وبالتالي ده مؤثر أكيد. عليك كم في الميه كابتن يكون التاثير يعني؟ لا احنا 40 50% ولا احنا اكتر؟ احنا لعبتنا في مباراه امبارح الحقيقه اسلام اعتقد ان احنا مثلا بنسبه 50% بالظبط، كان في تاثير بنسبه 50% كابتن رمضان ده كتير. طبعا ده كتير جدا يعني انت يعني ده مش مستوى كتير جدا يا ايمن، مش مستوى منتخب مصر. انت انا شوف انا بقول مستوى لك مش مستوى منتخب مصر قدام السنغال. انا بقول لك يعني. انا بقول لك كميه الميس باس امبارح في مباراه امبارح والارهاق اللي كان واضح على كل لاعبتنا. انا بجيب لك كمان ايه مثال بمين بافضل لعيب في العالم محمد يعني صلاح. محمد صلاح محمد صلاح بعد الشوط الاولاني انا في رايي لو انا مدير فني كنت كان اتغير، لان هو مش سيبك بقى من مستوى، هو مش قادر. مظبوط. ده في كرات كتيره جدا اتوجدت له امبارح لو محمد صلاح في الحاله بتاعته لا ده كان يروح ومساحات وكل حاجه. احنا مبسوطين جدا باللي حصل، مش مبسوطين زعلانين طبعا، لكن انا اقصد ان احنا يعني سعداء بهؤلاء الابطال وجهه نظري انا طبعًا يعني الشخصيه طبعًا. احنا سعداء بهؤلاء الابطال وشايفين ان هم ادوا بشكل جيد جدا وبالتالي نبني على ما هو قادم. احنا بعد شهر ونص او اقل من شهر ونص هيكون عندنا لقاءين يعني مهمين جدا جدا الحقيقه، بس التحضير ليهم هيبقى صعب قوي عشان العوده والمنتخب بالزبط. والكلام ده ماشي، نشوف برضو ايه اللي هيحصل في هذه الامور خلال الشهر ونص اللي جايين دول. عايز تقول حاجه؟ بس احنا هنلعب مباراتين يا اسلام مع منتخب قوي جدا جدا، ما عندهمش بصراحه منتخب صعب يا ايمن، قليله جدا. لا لا ما عندهمش ثغرات. مظبوط. يعني وهم بيحضروا في الثلث الوسطاني وهم بيروحوا في الثلث الهجومي ده عندهم لعيبه. انا بكلمك الباك ليفت امبارح بتاعهم ده ايه ده؟ ايه القوه دي وايه اللي لا قبل ما تشينا بيوم على فكره كان في مجله او جورنان من بره كان كاتب اسماء او تشكيل لعيبه السنغال مش كاتبين الاسماء كاتبين رقم كذا بايرن ميونخ رقم كذا ليفربول رقم كذا فيا ريال باريس سان جيرمان شوف تقول ده منتخب عالم. لا هم فعلا تيم قوي جدا ولازم نحضر له بشكل كويس ولازم الحقيقه انا مثلا مباراه القاهره ان شاء الله باذن الله لا لازم يبقى لنا تواجد هجومي بشكل قوي جدا جدا، لانك انت لازم تخلص المباراه دي او تعمل نتيجه كويسه تساعدك في المباراه الثانيه. لكن احنا لو لعبنا ما عادش بقى خلاص احنا هنلعب على شوط ثالث ورابع والكلام دوت ده مش موجود خلاص. بس انا كنت عايز اخد رايك برضو كابتن اسلام في حاجه كلاعب كوره، سيبك مدير فني، كلاعب كوره الافضل قبل مواجهه السنغال انك تبقى في معسكر مغلق قبل المباراه مثلا باسبوع او اسبوعين في ده الملاحظ دايما ان اللعيب المصري لما بيبقى في معسكر قبل مباراه او قبل بطوله في مجمعه المعسكر ده بيفرق معاه بدنيا فنيا ونفسيا. اي مدير فني لو خيرته هيقول لك معسكر طبعا، اي مدير فني. لكن اللعيبه بس في حاجه يا اسلام انت يعني انا برضك في ناس سامع ناس بتقول لك ان احنا نوقف الدوري يا جماعه عندنا لعيبه محترفين كتير ايمن بره بالظبط يعني عندنا بتاع 6-7 لعيبه محترفين بره اللعيبه دي مش هتجيلنا. لا مش هتجيلنا. يبقى انت لو انت كمان ما لعبتش مباريات مثلا اللي هي المباريات الرسميه في الدوري لا انت اللعيبه بتاعتك هتقع. اصل انت هتعمل معسكر ليه؟ قصدك كده يا كابتن صح؟ هتعمل معسكر ليه؟ يعني انت عندك من اللي بيلعبوا صلاح بالظبط النني مرموش صلاح مصطفى محمد بس هم دول اللي بره بس برضو ده جزء هجومي كامل. ما انا بقول لك يعني هتلعب اذا كنت انت بتحاول يعني خدنا 3 ماتشات في البطوله دي لغايه لما خدنا على بعض طبعا امال ايه بس برضك بقى في وسط ما احنا بنتكلم كده لازم عندنا مكاسب يا رب. يعني انا في رايي في محمد عبد المنعم انا بعتبره افضل مدافع في البطوله. محمد عبد المنعم عامل البطوله الحقيقه يعني هايل محمد عمنا طبعا يا كابتن يعني مزبوط. افضل مدافع في البطوله مظبوط يعني صحيح. عندنا في مكاسب تانية زي ما قلنا عمر كمال في فتوح في الحقيقه مهند في مجموعه بس محمد لازم محمد عمنا بينضم طبعا طبعا محمد عمنا اضافه قويه طبعاً. جدا 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 للنادي الاهلي صحيح. عموما كده خلصنا كلامنا عن المنتخب، خلينا نروح نشوف تقرير عن الاهلي يصطدم مع بالميراس
في مواجهة الحلم. نطلع نشوف هذا التقرير عن النادي الأهلي ومباراته غدا أمام بالميراس، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى ونتكلم الجزء الثاني عن النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن رمضان، بكره مباراه مهمه جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي، او النهارده بقى خلاص الساعه عدت 12 تيالي. النهارده عندنا مباراه مهمه جدا مع واحد من الفرق القويه. طبعا يعني الناس ما تفتكرش ان احنا رايحين نقابل كسبناه السنه اللي فاتت وبالتالي نقدر نكسبه السنه دي، يعني لا بسهوله. لا هم اولا عملوا تغيير في فرقتهم كتير قوي. نزلوا بامتصاص عمر الحقيقه ل 26 سنه او 25 سنه. عملوا تعاقدات جديده الحقيقه. فرقه مميزه جدا 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 الحقيقه. عندهم الحقيقه خط الوسط هم اوقات بيلعبوا نفس طريقه موسيماني 3-4-3. في ماتشات في مباريات ليهم لعبوها كده، يعني الراجل ما بيثبتش، مش بيثبت الطريقه. في ماتشات لعبها ب 3-4-3، وفي ماتشات لعبها بال 4-2-3-1 اللي هي الطريقه بتاعته، الطريقه اللي بيلعب بيها. لكن هو في اوقات بيلعب بكده. فهم عندهم كمان نجوم كبار جدا كمان. مظبوط. طب هو في حاجه، السنه اللي فاتت احنا قابلنا بالميرس. كويس. كان مستر موسيماني بيلعب بطريقته المعتاده 4-2-3-1. السنه دي مستر موسيماني هيقابلهم بالطريقه اللي هو السنه دي بيفضلها 3-4-3. لو انت حضرتك مكان مستر بيتس موسيماني تلعب بنفس الطريقه بتاعه الموسم اللي فات اللي هي وصلتنا ان احنا نلعب ركلات ترجيح وكسبنا وخدنا المركز الثالث، ولا تصمم على 3-4-3 اللي بيلعب بيها مستر موسيماني السنه دي؟ لا طبعا هصمم على 3-4-3. ليه؟ لان احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا 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 الموسم اللي فات في المساحات بين الخطوط في تلت الدفاع بتاعنا. مساحات خطيره، وكنا يعني للاسف الشديد في فرق كتيره مجرد ان هي كانت بتضيق مساحات وتلعب على المرتده. مظبوط. بتستغل المساحات اللي فاضيه عندنا، كان بنخسر بيها بناط. لكن هو يعني تفادى النقطه ديت في ان هو بدا الموسم السبع مباريات او الثمان مباريات اللي هو بداهم الحقيقه في المسابقه بتغيير طريقه اللعب في الدوري. بتغيير طريقه اللعب 3-4-3. حمدي فتحي غطى له كل المساحات اللي كانت اي فرقه كانت بتستغلها. بالظبط. وهو دلوقتي انت بقى يعني طبعا حمدي فتحي طبعا من اللعيبه الكبار جدا 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 الحقيقه في تيم النادي الاهلي، ولعيب زي ما قلت لك فرق في خط دفاع النادي الاهلي بالتيم كله الحقيقه. صحيح. لان هو ابتدى يغطي لك كل المساحات اللي بتفضى. اي مساحه بتفضى ناحيه الشمال، بتفضى ناحيه اليمين، بتفضى في العمق، هو كان بيغطي لك الحقيقه وكان عاملها بامتياز. صحيح. نفس الحكايه، هو مش هيغير، هيلعب بيضرك بنفس الطريقه. انا بس يمكن مختلف شويه ان ايمن اشرف يخش. يعني ايمن اشرف يخش مع ربيعه مع ياسر، وبيطلع محمد هاني ناحيه اليمين، يبقى محمد هاني وقفشه واليو ديانج وعلي معلول. وفوق انا في رايي كمان ان هو لازم يشتغل بنفس الثلاثه. صح. لازم يشتغل بنفس الثلاثه، لازم يشتغل بطاهر كراس حربه. وهقول لك حاجه، ده من الحاجات اللي يعني العجيبه ان ده من اميز مباريات طاهر. انا فاجئني صراحه مستوى راس الحرب الموسم اللي فات، لان اولا عنده حته السرعه. طبعا سرعه واضحه جدا، يمكن وحتى الالتحامات الهوائيه خدها كلها. طبعا ما فيش كره عاليه الا ما شاء الله. طبعا واخدها. انا كان سؤالي يا كابتن لحضرتك، لو انت المدير الفني مش هتلعب ولا واحد من الدوليين؟ لا، هو ايمن اشرف. ايمن اشرف بس وشريف. ايمن اشرف اذا كان شريف، وشريف يبقى معاك ياخد جزء. لكن الباقي بره خالص. الباقي معاك معاك. معاك. اصل انت رايح القايمه كلها على الدكه. طبعا. انت عندك مثلا مجموعه اللي بره كلهم يعني بعاد خالص، يعني صغيرين. لكن انت حط القايمه كلها ايمن معاك على الدكه. لكن اللي تبدا بيه ايمن اشرف. وايمن اشرف كمان هتلعب بحته الثلاثه دي، هيغطي لك الحته التميز اللي عندهم في الحته اليمين عندهم الحقيقه. مزبوط. ويبقى قافل هو وعلي معلول طبعا بشكل كبير جدا ورا بعض. صح. طبعا هيقفلوا الحته دي بشكل كويس. لكن طبعا المغربي ناشئ كويس وكل حاجه، لكن طبعا الامور صعبه يعني. يعني لو ايمن يبقى افضل. لو ايمن يبقى افضل. بس هناك اتجاه، لو التفكير هيبقى انا هلاعب ايمن، طب ما لاعب محمد شريف.
يعني بالنسبة لبيتسو أنا يمكن هقول لك حاجة، أنا بس قلت ديت طبعا محمد شريف طبعا المهاجم الأساسي بتاعنا وهداف الدوري معانا الموسم اللي فات ولعيب طبعا من المهاجمين المميزين جدا في مصر الحقيقة، لكن هو الحقيقة برضك أنا بقول على محمد شريف ظلم الفترة اللي فاتت. مظبوط. يعني برضك لما تيجي تعمل لها تقييم كده حتى من الناحية النفسية أيمن، لا هو اتظلم ظلم بشكل كبير جدا، يعني اكتر لعيب في منتخب مصر في الكاميرون ظلم انا في رايي محمد شريف. خلينا بعد بس ما ناكد يا كابتن رمضان ان كابتن اسلام سلبيه مسحه لعيبه النادي الاهلي الدوليين اللي هم لسه رايحين الامارات من فتره بسيطه. كويس جدا، اذا لاعبي النادي الاهلي الدوليين مسحه سلبيه وبالتالي هم متاحين من الان لبيتسو موسيماني غدا. سلبيه مسحه لاعبي النادي الاهلي الدوليين الخمسه وبالتالي هم متاحين ان هم يكونوا الموسيماني، هيلعبوا ولا مش هيلعبوا مش بتاعتنا ولا بتاعت حد، هي بتاعت بيتسو. بس بمناسبه كلام كابتن اسلام هيلعبوا او مش هيلعبوا، لو حضرتك مدير فني وعندك فريق زي الفريق اللي لعب المباراه الاولانيه واجاده وتفوقوا في بعض الفترات برغم النواقص وبرغم الغيابات على فريق كبير زي مونتريال وكسبوا المباراة وجولي اللعيبة الدوليين او جاء دعم او جاء اضافة، حضرتك كمدير فني تفضل تلعب بنفس الفريق ولا ممكن تستعين بواحد او اتنين بغض النظر عن الاسماء؟ مش يعني حضرتك قلت ايمن اشرف بس بغض النظر عن الاسماء كمدير فني العب باللعيبة اللي كسبت بيها ولا اشيل منها حد؟ لا اعتقد ان انا هعمل اضافات بسيطة جدا، لو في لعيب مركز مثلا المركز اللي هو ممكن يبقى عندي فيه نقص بشكل كبير جدا الحقيقه اللي احنا اتكلمنا فيه ايمن ان انا هلعب بايمن اشرف، لا العب بنفس المجموعه دي. نفس هقول لك حاجه ايمن المباراه بس انا كابتن برضو هنا ممكن ننظر ل هي مدارس عندك ما انا هقول لك ليه انا عاوز اقول ليه يا اسلام انا عاوز اقول ليه اتفضل اسمع نسمع هقول لك ليه. اولا المباراه دي انا في رايي من افضل مباريات النادي الاهلي في مشاركاته في كاس العالم للانديه. يعني مباراه مونتريال مونتريال اللي فاتت دي بقول لك هقول لك حاجه احنا يمكن حتى لما خدنا المركز الثالث شوف بقى هقول لك بقى احنا في مباريات لا مش بلا احنا امبارح مباراه مونتريال الحقيقه ماشي. اولا عشان كابتن عشان دي مهمه جدا النقطه دي ومعانا زوم من البرازيل المدرب العام السابق لفريق بالميرس البرازيلي ماوريسيو كوبرتينو، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. muito obrigado pelo convite. شكرا جزيلا للدعوة اللي انتوا وجهتوها إلي وأنا سعيد جدا بأن أنا بتحدث مع الشعب المصري هنا واتكلم مع قناة الأهلي. أهلا وسهلا بيك. في البداية يعني حابين نعرف رأيك في المواجهة المرتقبة كلاكيت تاني مرة ما بين النادي الأهلي وبالميرس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية. انه يعتبر لقاء صعب جدا والاهلي من الفرق الصعبه جدا والفرق الممتازه وفي العام الماضي استطاع ان ينتصر على بالميرس واعتقد ان بالميرس في احسن احواله في امريكا الجنوبيه فريق قوي جدا وكسب الليبرتادورس امريكا اللاتينيه واعتقد ان المباراه سوف تكون صعبه جدا وسوف تكون مهمه للغايه. شايف ازاي من الناحيه الفنيه فرص الفريقين للفوز بالمباراه؟ وهل ترى ان بالميرس اتعلم الدرس من مشاركته الأسوأ في النسخه الماضيه بعد احتلاله المركز الرابع؟ Eu acho que quando existe um confronto desse num campeonato mundial, né, as equipes sabem que não podem errar. اعتقد ان فريق بالميرس في احسن اوقاته الان في البرازيل واعتقد انه يدافع دفاعا قوي جدا
وعندنا أباو الفني عمل شغل ممتاز بالنسبة لدفاع الفريق بالميراس، وبيلعبوا أيضا في الأمام بشكل متميز، وأعتقد أن الأهلي سوف يقابل فريق بالميراس بلقاء ممتاز، وسوف تكون مواجهة مهمة جدا، والأهلي سوف يكتسب خبرات قوية جدا من هذه المواجهة المهمة. طيب، ما هو الاختلاف الذي طرأ على فريق بالميراس على مستوى اللاعبين بين مشاركته الماضية والحالية بكأس العالم للأندية؟ أعتقد أن بالميراس في هذا العام يعتبر أسرع مما سبق من العام السابق، وأعتقد أن العام الماضي بالميراس الآن هو مع لعيبة عندهم خبرة أكثر، وعندهم وهم لعيبة أصغر سنا ويلعبوا بشكل متميز وبشكل جماعي ومتميز وقوي، وسوف يستغل دفاعه المميز في الهجوم السريع، وسوف يكون أيضا تغيير بعض اللعيبة سوف يعطي بالميراس اختلاف في هذا اللقاء المميز عن العام الماضي. إنهم لعيبة في أصغر سنا وعندهم سرعة ومهارات فردية أشد. هل هناك غيابات مؤثرة في فريق بالميراس ممكن تؤثر على مستواه في مباراة الغد إن شاء الله؟ سيرتو. أعتقد أن بالميراس فريق قوي للغاية ولاعيبة تتميز بمهارات فردية مميزة، ومن الناحية الفنية هم مميزين للغاية، وهم في فترة من أهم فتراتهم، ودودو ورافائيل وبوغوني من اللعيبة المهمة جدا في المباراة القادمة، وهم لعيبة متميزة للغاية ومن الناحية الفنية أيضا هم مميزين للغاية، وأعتقد أنهم لعيبة مهمين جدا ويستطيعوا أنهم يحددوا أي مباراة. يعني لا توجد غيابات. أيوة. طيب برضو عايز أسألك عن، هل طبعا اتفرجت على مباراة الأهلي ومونتريال المكسيكي، شفت النادي الأهلي إزاي في هذه المباراة خصوصا في ظل عدد كبير من الغيابات والإصابات للنادي الأهلي؟ ميراس زي الأهلي عندهم لعيبة مميزين وكبار جدا، وعندهم لعيبة مميزة زي الأهلي بالضبط، واللعب الجماعي سوف يحدد المباراة وسوف يحدد الماتش القادم، وفي ظل عدم وجود غيابات كثيرة من فريق بالميراس، ونعتقد أنه سوف ينتصر في هذا الماتش. طيب، من ترشح للفوز بلقب كأس العالم للأندية؟ الو، معانا ولا قطع التليفون؟ طيب، خلينا نشكر مستر موريسيو كوبرتينو. بيجاوب؟ طيب لسه معانا. اوكي، اتفضل. اعتقد ان مباراة الاهلي والبالميراس سوف يكون مباراة مهمة جدا، نلعب مع فريق هو بطل افريقيا ويلعب مع فريق مهم جدا وحقق القاب كثيرة
من قبل، وسوف يكون لقاء مهم للغاية. للأسف العام الماضي خرج بالميراس، ولكن الآن نتحدث عن بالميراس مختلف تماما. بالميراس قوي ومنظم للغاية، ونتوقع مباراة يعني متميزة في المباراة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا للمدرب العام السابق لنادي بالميراس البرازيلي مستر موريسيو كوبرتينو، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وكل هذه المعلومات من الواضح ان هو بيكلمنا عن زي ما حضرتك قلت في البدايه. هم عاملين تعاقدات جديده الحقيقه، ونزلوا بمتوسط اعمار الفرق ال 25 26 سنه. وادائهم كمان الحقيقه بقى فيه سرعه اكتر. وفي لعيبه عندهم الحقيقه الاختراقات من الاجناب مميزين جدا 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 الحقيقه. فتيم لا تيم مختلف هتلاقيه عن الموسم اللي فات بشكل من الواضح ان هو هيبقى مختلف. واعتقد ان هم خدوا درس من السنه اللي فاتت طبعا طبعا. وبعدين في حاجه كمان، هم الفرقه دي بتتابع النادي الاهلي من فتره بالظبط، فاكيد شافوا الماتش الاولاني ده 100% وعارفين طبعا ان النادي الاهلي عنده غيابات كتير. فعاملين حساب مش مره، الف مره. ده هو كمان يا ايمن في المؤتمر الصحفي قال حاجه غريبه جدا، قال لك يعني لما يكون للعب المباراه لمونتريه من الفرقه مثلا ب او ج مثلا، طب ويبقى الفرقه مثلا الاساسيه تبقى ايه؟ أيوة صحيح. لكن هو دايما النادي الاهلي معودنا ان مفيش اساس وفي احتياطي. بس في حاجه يا كابتن، لو لو حضرتك من يعني في مكان مستر موسيماني تبدا الماتش ازاي؟ من نص ملعبك زي الماتش اللي فات طبعا. طبعا يا ايمن. وتقفل طبعا، مش محتاجه يعني طبعًا. يعني بص يعني انا كنت متابع طبعا احمد وهم ما بيتكلموا الحقيقه. احنا لو قابلنا فوق ده مشكله. لا ما انا قلت له بس هو قال لي لا، وعشان لو قابلنا فوق هيبقى صعب. طبعا هتبقى صعبه، الامور صعبة جدا. صعبه جدا. وبعدين حتى وانت بتضغط اساسا انت مضيق مساحات، وفي نفس الوقت انت وانت بتضغط بحسين الشحات ده بينزل طاهر محمد طاهر و احمد عبد القادر بينزل بثالث في وسط الملعب مع قفشه ومع اليو ديانج عشان تقفل الملعب. انت ما ينفعش انت غير كده هتسيب الدنيا مفتوحه. لا زي ما حضرتك قلت من الناحيه السنه المباراه السابقه امام مونتري من افضل المباريات، حتى لانه احنا واحنا قاعدين يا كابتن ايمن مطمنين واحنا قاعدين طبعا طبعا مش فينا طبعا بوكس. طبعا ليه؟ لانه الناس كلها زي ما كابتن رمضان اللي ضمن جوه واللي تنظيمك الدفاع جيد جدا. اللعيبه بتروح كده وبعدين ترجع كده وبعدين بترجع كده وبترجع كده. ده انا هقول لك حاجه يا اسلام، انا لو قادر اقف دلوقتي احتراما وتقديرا للعيبة النادي الاهلي في المباراه دي. وطبعا اول حاجه جمهور النادي الاهلي العظيم طبعا، طبعاً. جمهور عظيم في اي بلد هتروحها ان شاء الله يكون حتى فين موجود ده في ظهرنا. احنا اننا كنا بنلعب في التتش صح بالظبط، يعني احنا الجمهور مفتقدينه من فتره كبيره جدا. طبعا طبعا طيب. لكن انا بقول ان اللعيبه دي عملوا جيم بقول لك هايل. ابدا بيهم، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك ان انا هضيق مساحات وهستغل السرعات اللي عند طاهر واللي عند حسين واللي عند احمد عبد القادر. احمد عبد القادر للاسف الشديد انا يعني تابعت استوديوهات كتيره وتابعت ما خدش حق. صح. طيب مهمه جدا النقطه دي عشان كده كابتن رمضان، بس خلينا نروح نشوف المؤتمر الصحفي ماذا قال المدير الفني أبيل. المدير الفني لنادي بالميراس، شوف ماذا قال ونرجع نكمل. اتفضلوا. Olha, eu disse ontem, tive a oportunidade de falar diretamente para ti. كرة القدم ليست علم، 2+2=4 او حسابات دقيقه. كرة القدم لها علاقه بالاراده والتنظيم. الأهلي منظم جدا ولديه تحدي ولديه الإصرار على الفوز، وهذا ما رأيناه. نحن منتبهون جدا وعلى دراية بتحدي وإصرار هذا الفريق. لدينا الخبرة من هذا الفريق، تعايشنا سويا وقادرين على المواجهة بثقة وإصرار للفوز. في الوقت المناسب والمكان المناسب سنظهر لتحقيق الهدف، وهذا ما تدربنا عليه، وهو التركيز واللعب سويا بتحدي لتحقيق الهدف. ولو استطعنا اللعب بالمهارات الفردية واللعب الجماعي المنظم، وإذا استطعنا فعل ذلك سوف ننجح في المباراة. كما نرى الأهلي فريق يلعب بتحدي ولديه شخصيات مؤثرة في اللعب،
ويملك تمريرات مهمة، فلا بد وأنت تدافع أن ترى وقت الهجوم المناسب، وسوف نرى هذا وهو تحقيق الهدف. أما من خلال تمريرة أو من خلال كرة ثابتة أو من خلال مهارة فردية ومهارات أفراد الفريق، لا بد من التركيز على أنه في وقت الهجوم نكون مستعدين للعودة للدفاع، وكذلك في الكرات الثابتة واستخدام المهارات لحسن استغلالها كما تم التدريب على ذلك. أتمنى من اللاعبين أن يكونوا في هدوء وإلهام وتركيز شديد، ومن الممكن أي لاعب منهم أن ينجز المباراة، وذلك من خلال مهاراتهم الفردية. في أرضنا في البرتغال نقول إن التواضع يصنع الكثير، والأهلي استطاع في المرة السابقة إحراز هدف وكان يستطيع فعله أكثر من ذلك، وهذا يظهر مهارات خاصة لأفراد فريق النادي الأهلي، وهذا ما سوف نعتمد عليه. كابتن عبد الحق، كنت بتتكلم عن احمد عبد القادر وانه يستحق الحقيقه. طبعا انا 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 شايف اسلام وشايف ايمن الحقيقه ان ظلم في كل الاستوديوهات. يعني يمكن عشان طلع. لا ده عشان طلع ايه؟ ده اقول لك حاجه اسلام، ده عامل مثلا الـ حوالي كورتين ثلاثه اجوال. مظبوط. عامل واحده لحسين الشحات لما خدها بدماغه وعملها له بعرض، يعني جول 100%. وعامل الوان تو مع علي معلول حاجه اوروبيه برازيليه. ايوه، وهو عمل يعني واحده برضو الشوط الاول، وعامل واحده مضيع واحده. أيوة. وكمان مرقص وحاطط برجليه الشمال، يعني عامل خطوره على طول كان. وبعدين عامل لك استحواذ مع قفشه. صحيح. يعني لان ما بيقلقش. صحيح. عنده ثقه في نفسه، ثقه كبيره جدا، بياخدها في اي في مواقف مثلا فيها اتنين عليه او ثلاثه ويتصرف فيها. عنده جرأة وحلول فرديه هايله كابتن. بصراحه انا اتظلم. اخيرا يا كابتن، كابتن رمضان، بكره ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على الرغم من انها مباراه صعبه برضو. ده اللي احنا اتعلمناه من حضراتكم يعني. طبعا طبعا. الفترات اللي سبق. عشان كده انا بقول لك اداء النادي الاهلي. احنا اقول لك حاجه، انت بتتكلم يا اسلام في ربيعه الحقيقه وياسر عاملين جيم، يعني ده احنا قبليها ب 10 ايام بالظبط. احنا انا اقول لك حاجه، قلقنا جدا داخل فيها ثلاث اجوان. ده احنا قلقنا جدا، مش قلقنا جدا. صح. اللي انا شفته في المباراه ده، عشان كده انا بقول لك ده اعجاز. انا شايف ان حضرتك مبسوط جدا بالاداء. جدا. ايه ده؟ لا لا، وفي لقطه كمان يا كابتن جت على ياسر ورامي. لما ياسر دخل مع السنتر فورورد بتاعهم ودخل معاه في كره عرضيه وخلى الكره تطلع بره. رامي وياسر الروح العاليه اللي بينهم سلموا على بعض. بالظبط. يعني لا. بس روح النادي الاهلي انا اشوف زي ما بنقول احنا كسبنا في كل مشاركاتنا الحقيقه في كاس العالم الانديه، كسبنا مباريات كبيره كتيره جدا. انا في رايي ده افضل فوز حققناه في مسابقه كاس العالم الانديه. صحيح. صحيح. احنا عملنا اداء ومكسب وانت كنت الاتقل كمان. صح. يعني فترات كتيره جدا رغم ان هم عندهم استحواذ، لكن انت الاخطر طبعا. يعني احنا كنا الاخطر. فرص محققه طبعا. احنا 100% ده في الوقت اللي هم كانوا عاملين استحواذ فيه، احنا مضيعين الشوط الاولاني كورتين ثلاثه انفرادات. صحيح. لا، مباراه كبيره جدا جدا جدا. عشان كده انا بقول لك ان احنا نستمر بالتيم ده ونحط ايمن اشرف. بس انا اقول لك بس حاجه، احنا لو رايحين طبعا لعيبه الدوليين طبعا، لو رايحين قبلها باربع خمس ايام خلاص. انت عارف هي دي النقطه، انا بتكلم على اليوم بس. هي دي النقطه اللي كنت هتكلم فيها. هو بدون عواطف. انا لما يبقى عندي لاعب في المنتخب وجهه نظري عندي بيبقى اكيد عنده افضليه ان هو يلعب في فريقه اكتر من اي لاعب اخر، وجهه نظري. بس لو جه بدري، لو جه بدري انا كده كده شايف ان هم ما يلعبوش. انا وجهه نظري، انا من الاول انا قلت الكلام ده من قبل المباراه السابقه، ان هو كمان انا كنت هايد اثنين او ثلاثه من الخمسه او سته. ده أداء يا اسلام طاهر، اداء طاهر محمد طاهر يا اسلام يا ايمن طبعا في مركز راس الحربه، ده اكتشاف. طبعا مظبوط. اكتشاف. صح. يعني انا هقول لك حاجه، انا مفروض مثلا بعد كده مش هحرك طاهر محمد طاهر من المركز ده لغايه لما لان عنده كل حاجه صح. الاختراقات بتاعته بالكوره من غير كوره، السرعه، كل حاجه. طبعا الكرات العاليه، التحامات، واخد ما فيش حد بيعمل كده بصراحه. طب بقول لك يا كابتن اسلام، لو كان عندك لعيبه المنتخب بدري شويه والفريق، لا هم لو مش محتاجه، لو وصلت اول، لو هتلعب اول او تاني هيلعبوا، هيبقوا موجودين. لا، بعد الماتش الاولاني قصدك.
لا انا قصدي ايه قبل بعد الماتش الاولاني وانت لعبت بالعناصر اللي انت لعبت بيها حل. وكسبت حلو والماتش الثاني ناقص له شويه وجالك اللعيبه الدوليين بتاعتك تلعب بالمجموعه الدوليه ولا تلعب بالفريق يا كابتن اللي كسب الماتش الاول هلعب باكبر عدد من اللعيبه اللي كسبوا الماتش ده اكبر عدد بالظبط كده ما ممكن اكبر عدد يكون ستة يعني ستة وخمسة من المتعدين خمسة هلا وفي أكبر عدد وفي مراكز في مراكز مش هفكر فيها يعني في مراكز الحقيقة مش هفكر فيها لا دول يلعبوا صحيح أداء أداء يعني الأداء هايل نفسه كان رائع يعني على فكرة دي من أفضل مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة أنا عشان كده بقول لك ده أنا بقول ده أنا مش بقول في الفترة الأخيرة ده أنا بقول في كل مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم أنت بس ناسي 2006 كابتن إحنا اتعامل إيه؟ أنا لا بس الظروف اللي اللعيبة دي لا أنا بتكلم في إيه الظروف ده أنا هقول لك حاجة يا إسلام إحنا كلنا كنا قلقانين يا إسلام أنت بتكلم في إيه ده عمالقة أنا شايف عمالقة في الملعب إنجاز صحيح الحمد لله ان ربنا كرمنا في المباراه السابقه وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا كرمنا بكره ان شاء الله القادمه انا بشكرك جدا ربنا يخليك يا اسلام شرفنا الله يستمتع بوجودك ربنا يخليك يا اسلام انت جاي بكره انت خلصت كام ساعه وجاي يعني مفيش مشكله انا بشكرك جدا يا كابتن ربنا يخليك يا اسلام الله يخليك الله يخليك يا ايمن انا سعيد جدا جدا ان انا كمان معاكم النهارده كمان ربنا يخليك ده شرف لينا ربنا يخليك ربنا يخليك يا اسلام انا طبعا هسالك برده السؤال اللي هو خليك بقى تروح انت تروح ما انت مش هتروح تبات هنا ولا هتروح انا حبيت تبات هنا يعني طب كويس جدا عنده بكره استوديو فيعني لازم يكون متواجد عموما احنا لسه الاهلي في المونديال او برنامج الاهلي في المونديال لم ينتهي ليه كابتن ايمن هيقول لحضراتكم هنستقبل نجمين بقى من نجومنا على قناه الاهلي اللي هم يعني دايما مشرفينا ودايما جايبين لنا حقنا معانا ابو حميد وفارس اللي هم منورينا النهارده ومتعنا دايما في طبعا في نجيبهم ايوه حاجه جميله مهم جدا نورنا ابو حميد نورنا فارس حبيبي يا كابتن والله كابتن ايمن شوقي وكابتن اسلام الشاطر وكابتن رمضان السيد نجوم في تاريخ النادي الاهلي شاهدين على انجازات عظيمه ولكن كمان بكره ممكن تبقى خطوه كبيره وجديده في تاريخ النادي الاهلي بالوصول للنهائي لاول مره في تاريخه الشاعر الفلسطيني محمود درويش قال ما دمت احلم فانا حي وأنا بقول ما دام الأهلي موجود فكل شيء ممكن في قاموسه بإذن الله إن شاء الله النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي يكرروا الاستثناء اللي حصل أمام مونتريه ويفوزوا ويأكدوا فوزهم على فريق بالميراس وإن شاء الله إن شاء الله تكون أول مرة نصل للنهائي بإذن الله تكون بكرة إن شاء الله بنشكر كابتن إسلام كابتن أيمن شوقي كابتن رمضان أمتعتونا كالعادة نطلع فاصل وانتظرونا بعد الفاصل وباقي فقرات الأهلي في المونديال ورجعنا لكم والأهلي في المونديال ولأن الأهلي في المونديال في مشاركة خاصة جدا ومشاركة غريبة من نوعها مشاركة كنا رايحينها وكلنا قلق وتوتر وظروف صعبة ولكن عزيمة رجال النادي الأهلي وشعار الأهلي بمن حضر كانوا فعلا حاضرين المرة دي عشان نروح ونقابل بالميراس في نص النهائي والمرة دي كل شيء ممكن طالما عندنا عزيمة النادي الأهلي وعندنا إرادة لعيبة النادي الأهلي ودعم جمهور لا صوت على فوق صوت معركة بالميراس كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي غدا البطولة صعبة صعبة المواجهة صعبة صعبة جدا هتقول لي فوزنا على مونتريه وإحنا ناقصين 14 لاعب 8 منهم أساسيين كانوا بيتواجدوا دايما على أرض الملعب وشاركوا بفعالية في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هقول لك الأمور لما بتتكرر بتكون أصعب لأن بالميراس لو هو واخد حذره قبل فوزك على مونتريه مرة أكيد هياخد حذره مرتين لأن بالميراس هو كان الفريق اللي كان بيواجه النادي الأهلي في مباراة الثالث والرابع العام الماضي والنادي الأهلي قدر يحصل على البرونزية وسمعنا كلام كتير جدا عن أن فكرة فريق بالميراس فريق ضعيف ده مش فريق قوي ده أضعف فرق أمريكا الجنوبية عشان نتفاجأ مرة تانية أنه هو أقوى فريق في القارة ويجي المرة التانية على التوالي عشان يواجه النادي الأهلي في مباراة الحلم الحلم بالنسبة للنادي الأهلي والجماهير النادي الأهلي اللي دائما وأبدا واثقة في فريقها واثقة في لاعبيها يا فارس كالعادة ترند رقم واحد قبل أي مواجهة في كأس العالم للأندية زي ما فريق النادي الأهلي حاضر كمان جمهور النادي الأهلي طول الوقت حاضر وبشدة حلم النهائي يا أهلي هو ده كان صوت جمهور النادي الأهلي ورسالته
جمهور النادي الأهلي في الإمارات في المدرجات في مباراة مونتري كان بيقدم ملحمة. النهاردة جمهور النادي الأهلي بيسخن، وكمان جمهور النادي الأهلي بيقول للفريق نفس الرسالة. المرة اللي فاتت الهاشتاج اللي تصدر مصر كان جمهور الأهلي يثق بكم، المرة دي الجمهور بيطالب بالنهائي. مهمة صعبة؟ صعبة. المهمة محتاجة جهد كبير؟ اه محتاجة جهد كبير. مستحيلة؟ لا، لأن الأهلي علمنا إن مفيش في قاموسه كلمة مستحيل، وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنراهن عليه. كمان بنراهن على حاجة مهمة جدا وهو بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني الرجل الذي جاء ليسأر من الترجي بعد 2018 ويسأر من الوداد بعد مباراة 2017 ويعيد الصقر من سان داونز ويفوز في أول مرة على فريق من أمريكا الجنوبية وهو بالميراس، حتى لو كان من خلال ركلات الترجيح، ويحقق فريق بالميراس وقتها أسوأ ترتيب ليه في تاريخ أي نادي من أمريكا الجنوبية عشان كمان يعمل للأهلي الأفضلية. بس جمهور النادي الأهلي بيقول احنا خدنا طرنا قبل كده من بالميراس، فما عندناش حاجة نعملها قدامه تاني. لا، موسيماني لسه عنده طار، لأن بالميراس في ركلات الترجيح سجل فينا ركلتين ترجيح، عايزين ناخد حقنا منه. لا 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 لا، احنا عايزين ناخد حقنا من ادوارد مندي حارس فريق تشيلسي، لان ده كان حارس منتخب السنغال اللي فاز على منتخب مصر. فعايزين نروح لتشيلسي وان شاء الله ان شاء الله نحقق الوصول للنهائي. وعجبني جدا التصريحات المتزنه من بيتسو موسيماني النهارده، وكمان بعد عوده اللعيبه الدوليين قال ان هو هيدفع باللعيبه اللي كانت موجوده في مباراه مونتيري، ولو في امكانيه اننا ندفع بلاعبين دوليين يكونوا جاهزين وعندهم الاريحيه التامه. واحنا كلنا بنفكر في اثنين لعيبه، محمد شريف وايمن اشرف بشكل كبير جدا هما اللي ممكن يكون عندهم اريحيه تامه. محمد شريف اللي بيلعب 54 دقيقه من اخر مباراه رسميه لعبها مع النادي الاهلي في خلال شهر ونص تقريبا او شهرين، طبعا رقم صعب جدا. ولكن ان شاء الله عجبني الاستقبال زي ما حضراتكم شايفين لبيتسو موسيماني ولاعبي النادي الاهلي للفريق، وتحديدا عجبتني ملامح الابتسامه على وجوه لاعبي النادي الاهلي العائدين من المباراه الدوليه والفوز بالمركز الثاني. خلينا ما نقولش خساره اللقب، لان في النهايه كانوا رجال كل لاعبي المنتخب المصري. وكان في كلام مهم جدا تحديدا لمحمد شريف من بيتسو موسيماني، وكان في المؤتمر الصحفي وجه رساله ليه قال له عليك ان تتعلم من عمرو السوليه. عمرو السوليه زي ما حضراتكم فاكرين في البطوله العربيه كان سجل اون جول او هدف عكسي في مرماه اثناء مباراه منتخب مصر وتونس، والمفترض كل الامور محبطه بالنسبه للاعبين، ولكن بيتسو موسيماني في جلسته مع عمرو السوليه قال له هنقدر نفوز وناخد الذهبيه ونحصد السوبر الافريقي مع بعض. عمرو السوليه قال له هنقدر نفوز. نفس الكلام هيتوجه لمحمد شريف، وانا عندي ثقه كبيره جدا ان محمد شريف هيقدر يقدم صوره مهمه جدا لمهاجم مصر الاول محمد شريف في المباراه دي. بالتاكيد في ارهاق، رحله طويله من السفر، ترانزيت، تاخر، ولكن في النهايه كلنا ثقه في لاعبي النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين الاستقبال على الشاشه يا فارس، استقبال مهم جدا. مهم جدا يا اسامه. كمان لو انت هتسالني سؤال كده هتقول لي اللعيبه الموجودين تتمنى مين يشارك فيهم، هقول لك ان كل اللاعبين اتمنى ان هم يشاركوا، ولكن عندي اولويه لايمن اشرف، لان ايمن اشرف عنصر مهم جدا اتمنى اشوفه في التشكيل من بدايته بكره. ولكن كلمناكم كتير عن بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني يستحق في كل الاحوال، وده هنا يا اسامه احنا بنقوله قبل مباراه بكره، يعني بنقوله قبل مباراة بكرة وقبل النتيجة. بيتسو موسيماني يستحق مننا التحية على اللي عمله، وكمان يستحق ان توصل له الرسالة دي من طفلة بتعبر بكل براءة، فعلا براءة الأطفال اللي بتحب بدون دافع، بتحب عشان شخص بيخدم النادي الأهلي. نشوف الطفلة دي قالت ايه. بنحبك يا بيتسو، بنحبك يا بيتسو، بنحبك يا بيتسو، بنحبك يا بيتسو. هو ده جمهور النادي الاهلي. رساله الطفله دي بتختصر مشاعر ناس كتير جدا. سيبك بقى من الاستوديو اللي يقطع والناس اللي تضغط والناس اللي تسيء، دي طفله ملهاش اي حسابات، لسه ما بداتش توازن ولا يبقى عندها شعارات ولا حسابات ولا اهداف غير هدف واحد بس، حب النادي الاهلي اللي بيفرحها وهي طفله. انا عايز ابعت رساله وتحيه للطفله الجميله دي، ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها لاهلها، لان طريقتها ومخارج حروفها جميله جدا.
زي العسل كده، ربنا يبارك يا رب في فيها ويحفظها لاهلها. لكن قبل ما نروح بقى لبالميراس الفريق البرازيلي اللي هنواجهه، احنا ما كناش سعداء الحظ باننا نشوف ردود الافعال على الفوز على مونتري. والفوز على مونتري من وجهه نظري، ودايما بقول ان ده اهم فصل في روايه الاهلي بمن حضر، فكان نتيجه سلبيه امبارح لمنتخب مصر، فبالتالي ما استعرضناش ردود الافعال. المهم جدا اننا نستعرضها، خاصه لما يكون مع ناس بتنتمي لانديه اخرى وتشوف فكره الاهلي بمن حضر حقيقه بجد زي ما كنا بنقول، ولا زي ما كان البعض بيشكك في فكره الاهلي بمن حضر. ولما نتكلم عن اعلامي زملكاوي لازم نروح للاستاذ عمرو اديب، نشوف الفيديو ونرجع معاكم. جمهور النادي الاهلي شاطر جدا في نحت العبارات التاريخيه، يعني مثلا هم اللي طلعوا ايه؟ روح الفانيلا الحمراء، فتحس كده ان انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء، خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن، هو القضيه هو كده الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن، عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش، لا 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 هي القضيه ممكن بتاعت قفشه، خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. النهارده الاهلي في دوله الامارات الشقيقه في بطوله العالم للانديه نحتوا لنا حته حلوه ملفوفه لفه هديه. قال لك ايه؟ يا باشا، قلت له نعم يا فندم، اي خدمه. الاهلي بمن حضر. ايه؟ الاهلي بمن حضر. خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه. فعلا النهارده الاهلي بيلعب من غير 60% من قوته الضربه، ويجي محمد هاني يشمع الكره في الجون ويروح باصص لنا كده، وده واحد من اعظم الفرق في العالم اهو. واحد كانوا بيلعبوا مونتري، ده واحد من اعظم الفرق في العالم. الاهلي بمن حضر. في لعيبه النهارده في الاهلي انا ما اعرفهاش والله ما اعرف اساميه. لا احنا عايزين نحت اكبر من كده، عايزين نحتايه كمان بكره ان شاء الله، ونأكد على فكرة الأهلي لا يعرف المستحيل. الأهلي بمن حضر ما كانتش فقط لا غير في كأس عام الإمارات، ده تاريخ كبير جدا، تاريخ له وقائع وله مباريات وخدنا كتير جدا في تاريخ النادي الأهلي. ولكن عايزين بقى كمان الأهلي لا يعرف المستحيل، الأستاذ عمرو أديب بيطلع يكلمنا عليها إن شاء الله بعد الفوز على بالميراس ونصعد للمباراة النهائية إن شاء الله. لكن بس في معلومة دقيقة يا أستاذ عمرو، هم من 60% اللي غايبين 14 لاعب غايبين منهم 8 أساسيين، يعني أكتر من 75% من القوة الضربة بالفعل كانوا غايبين. ولكن لأن النادي الأهلي لا يقف على أي لاعب، ولما نقول النادي الأهلي ما بيقفش على لاعب بنكون منصفين ومحقين، كان في رجال 11 رجل في الملعب قدروا يحققوا الفوز على مونتريه ويصعدوا لمواجهة بالميراس. أكيد، ودي شهادة تفرق معايا جدا على لسان حد زملكاوي، لسبب لان كان دايما بيتقال ان جمهور النادي الاهلي ما بيعرفش يوثق فرحته، وده شيء كان غريب جدا بالنسبه لي. لم يصمد ترند في التاريخ او شعار في التاريخ في اي مباراه داخل افريقيا زي ما صمد فكره القاضيه ممكن، وعشان كده على لسان زملكاوي اصيل زي الاستاذ عمرو اديب كان مهم جدا ان احنا نوثق ان الاهلي بينحت مفاهيمه، والنحت هنا شيء مهم جدا لانه بيحفرها في عقل المنافس. كمان ما كانش هو بس الزملكاوي اللي اتكلم، وده شيء جيد ان انت تنصف المنافس بتاعك، لان هنا كمان النادي الاهلي مش في مجال منافسه ولكن في مجال تقدير واستحقاق. كان ده بيقوله كريم حسن شحاته، نطلع ونشوف قال ايه عن الاهلي ورجالته. الاهلي كلمه، الاهلي هو الاهلي بصين بصاد بفلان بعلان، هو النادي الاهلي. يعني الموضوع منتهي. الاهلي بمن حضر. اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي وبيعيش جوه النادي الاهلي بيأدي بروح النادي الاهلي. انا يعني في كلام مش قادر اقوله بصراحه، ومش بجامل ومش بنافق ومش اي حاجه. يعني النادي الاهلي النهارده اثبت ان هو نادي كبير ونادي عظيم، ولعبته رجاله وجمهوره رجاله. لعبته رجاله وجمهوره رجاله، دي حقائق لا تقبل الشك،
ولكن عظيم جدا انك ترسخ مفاهيم زي دي من مباراه زي مونتريه وتبقى قاعده في عقول الجميع، اهلاوي كان او زملكاوي. لا احنا مش عايزين نخلينا في اهلاوي او زملكاوي والمجتمع المصري، احنا عايزين نشوف كمان المجتمع العربي. جبنا لكم كتير تصريحات من شمال افريقيا، من تونس، من المغرب، من ليبيا، من كل مكان. المره دي جايبين لكم من الخليج وجايبين لكم من الاستوديو التحليل المباراه اللي كان قبل المباراه قاعدين مش مصدقين ان ممكن الاهلي يفوز. تعالوا نشوف كان التعقيب ايه على فوز النادي الاهلي على فريق مونتريه من القناه السعوديه الشقيقه ونرجع نعقب. كابتن طارق، اذا في شيء يعني خلينا نقول استفاد من تجربه الاهلي في هذه المباراه، هناك اشياء في كره القدم تشترى بالمال وهناك اشياء ثمنها الوقت. تجربة، الخبرة، تكرار المشاركة، هو اللي يخليك تروح تلعب في ظرف خلينا نقول سيء مثل اللي كان موجود فيه الأهلي المصري ومع ذلك تنجح في أنك تتجاوز. أعتقد فريق آخر بتجربة أقل يلعب في كأس العالم لأول مرة تضع في وسط هذه الظروف ولو ملأت الملعب بالجماهير، أعتقد أنه صعب أن يخرج من موقف مثل هذا. لكن أن الفريق يلعب كل سنة ينافس على الدوري ويلعب في دوري أبطال أفريقيا ويوصل للمباراة النهائية ويكسب، هو معتاد على هالنوع من المباريات، معتاد على الملاعب الصعبة ومعتاد على الظروف الصعبة، فبالتالي يقدر يعبر من موقف خلينا نقول حرج جدا زي اللي كان موجود فيه في مباراة اليوم. ولذلك أعتقد أنه شخصية الفريق وقيمة الفريق على الجانب النفسي والمعنوي هي واحدة من الأشياء التي تصنع مع الوقت ولا تشترى بالمال. لذلك احنا دائما نقول بأنه الجوانب المالية هي ليست فقط كافية لصناعة فريق ولا حتى لبناء فريق أيضا. ما عمل الأهلي اليوم هو يتجاوز عملية المال ويتجاوز عملية الفكر ويتجاوز أشياء كثيرة صراحة. الروح عندما تحضر لأي فريق في عالم كرة القدم صحيح هي لا تأتي بالفوز، يعني الروح لوحدها ما تجيب لك فوز، ولكن في أشياء كثيرة لو تقعد تبحث بما عمل فريق الأهلي اليوم صدقني كل الاحتمالات أو كل الخيارات ستكون يعني موجودة بما عمل فريق الأهلي اليوم في مباراة أمام مونتيري. بصراحة الدوري السعودي دوري المحترفين، القيمة التسويقية لأندية التوب في السعودية قيمة تسويقية عالية جدا وبالتأكيد تفوق القيمة التسويقية لأندية مصرية كتير جدا. فلما يطلع من الأستاذ عبدالله العيسى والأستاذ طارق الحماد وأنا اكتفيت بالتصريحات دي لأن ده بالنسبة لي هي التصريحات الأهم، ويتكلم عن فكرة إن اللي حصل على أرض الملعب لا يشترى بالمال، إن المال لا يصنع نادي مثل النادي الأهلي، ولكن ما يصنع النادي الأهلي هو شخصية النادي الأهلي، هو تاريخ للنادي الأهلي. كان درس مهم جدا، بتمر سنين وسنين وسنين وناس كتير بتشكك في تاريخ النادي الأهلي، وناس كتير تقولك بطولات النادي الأهلي بلاعبين من أندية أخرى، لا ده بوكالات من أندية أو بوكالات ودفع مالي مش عارف من أي وكالة. لا احنا بيجي لنا من الناس اللي عندهم قيمه تسويقيه اعلى، عندهم طبعا بنشوف المحترفين في الدوري السعودي والرواتب اللي بياخدوها عامله ازاي مقارنه باي لاعب عندنا في الدوري المصري سواء محترف او محلي. فاعتقد لما يجي لك الشهاده دي من قناه سعوديه ويتكلموا عن فكره ان شخصيه النادي الاهلي لا تشترى بالمال، فاحنا هنا ما كناش بنردد شعارات، لان بالفعل شخصيه النادي الاهلي لا يمكن ان تشتريها باي اموال. أكيد شخصية النادي الأهلي هي موروثات أهلوية في تاريخه، وده اللي الكل بيدي النادي الأهلي حقه فيه. الدحيل، بالميراس، مونتيري، كل دي فرق النادي الأهلي بتجاوزها وهي أكثر قيمة تسويقية، لأن رسالة النادي الأهلي واضحة. النادي الأهلي قادر على صنع كل ما هو غير منطقي في كرة القدم، ولكن كمان إزاي الأشقاء في تونس والذين يجيدون دايما التغني بالنادي الأهلي وبنشكرهم دايما على شعورهم الطيب والنفسية السوية في تقدير النادي الأهلي، ودي مش سهلة لأنه منافس لأغلب الفرق التونسية، ولكن هم ناس متواضعين وكمان عندهم ثقة في نفسهم. نطلع ونشوف اتقالي عن النادي الأهلي. وانت تعرف مريح النادي هذايا، روح الفانيلا الحمراء كانت حاضرة اليوم في الملعب. أنا شخصيا أبهرت خاصة بجستيون بتاع دوزيميتون بتاع موسيماني، لأنه ما يحسب للأهلي حسن اختيار المدربين اللي يقعدوا على البنك بتاعه. معناه مدرب بفريق خلينا نقولوا ثاني، هو الفريق الثاني بتاع الأهلي ضد فريق محترم جدا، فريق مونتيري يلعب في كرة عصرية ومميزة جدا حتى بدنيا، وعنده يعني مدرب كبير، يعني كان عنده مدرب كبير وكان موجود في مصر، المنتخب المصري يعني. سر نجاحات الأهلي المتواصلة وقت اللي كل مرة يتعدى بكريزة لما نلقاه أقوى من اللي هو واقف، يعني هو طايح تلقاه أقوى ساعات من اللي هو واقف.
باش نقول لك معناتها نحي ونحي العلميه. طيب مش نقول لك طيب باش نحكي مش كسيونتيفيك ولا كعلمي بصراحه كواحد عاش باش تقول لي سيونس اللي هو المنظومه. اي فوالا منظومه المنظومه عاش يعني واحد عاش في المنظومه عندهم شغف ورغبه كبيره نتاع القاب يعني يحسبوا الالقاب ما نقولوش احنا لعبنا مليح ولا ما يحسبوهاش يحسبوا قديش رقم كسرنا رقم وضغط غير عادي بصراحه الضغط الجماهيري رهيب يعني شفت اليوم ربحت الماتش وسكرت هزيت تيتر غدوه الصباح تلقى الناس تحكي في التيتر اللي بعده فماش نحكي ونفرحوا به سي فرحنا وفي الماتش اللي بعده التيتر اللي بعده رغبه كبيره تحديات كبيره وروح الفانيلا يعني بالارقام كنشوف الماتشات اللي هزهم الاهلي في دقيقه 90 يعني احنا تكوينا بنارهم دقيقه 90 يعني مع الصفاقسي نادي الصفاقسي في في في, في تونس ابو تريكه 2006 اي فبصراحه روح تزرعت في النادي. عارفين اللي اهم من الفوز بمباراه او الفوز ببطوله هو ده اصعب شيء لاي حد انه يرسخ مفاهيم اساسيه وكبيره عنده عند الاخر وفين فكره الاهلي بمن حضر وروح الفانيلا الحمراء اللي الناس قاعده بتتكلم عليها في تونس بقت عابره للقارات بفضل جمهور النادي الاهلي اللي من المونديال من الامارات بتوصل لحد تونس ليه لان انت ليك تاثير كمان شيء عظيم جدا ان الناس تتكلم في الدقيقه بلس 90 وتبقى فاهمه شخصيتك بالتركيبه دي بس في حاجه اعظم من كل ده وهو ان في الفيديو ده تحديدا انت خدت حقك ايوه انت كمشجع لان اتقال ان السر الرئيسي في كل ده هي عقليه جمهور النادي الاهلي المختلفه عن اي مشجع تاني زي ما قال انيس الشعلالي تاني يوم المباراه بتلاقي جمهور النادي الاهلي بيفكر في اللقب الجديد بيفكر في طموح جديد بيضغط على الفريق عشان يحقق لقب وكان اللي فات كله بقى للتاريخ حلو قوي ان ده يوصل حلو قوي ان كل الناس تفهم ان عقليه جمهور النادي الاهلي غير دام جمهور النادي الاهلي له تأكيد يا فارس الكيان كله دايما عنده فكرة ان انت تلعب على البطولة التانية بتاخد يوم فرح وانا احيانا بحس ببعض التقصير في اننا بعض البطولات ما بنديهاش حقها بشكل كافي ولكن خلاص ده قدر النادي الاهلي وطبيعة العمل وجماهير النادي الاهلي ودي كانت اطلالة على اعلام سواء محلي منتمي لاندية اخرى سواء في شمال افريقيا سواء في قارة اسيا والخليج وكلهم اشقاء وبنقدر الجميع وبنحترم الجميع وبدليل ان احنا بنثني على شهاداتهم وبنشكرهم جدا على مثل هذه الشهادات اللي النادي الاهلي يستحقها واجبر الجميع على انه يقول الاراضي حتى بعض المنتقدين للنادي الاهلي والمشككين على مدار تاريخ النادي الاهلي كان يصمت امام عظمه النادي الاهلي امام مونتري عندنا مواجهه صعبه بالتاكيد وكل الاحتمالات موجوده ان شاء الله فوز النادي الاهلي باذن الله أو إن في احتمال لا قدر الله إن يكون غير موفقين، نتمنى التوفيق، هل ده هيقلل من عظمة الفوز على مونتريه في الظروف الصعبة دي؟ بالتأكيد لا، لكن الفيفا اختار لنا طاقم تحكيم، هنطلع نشوف فيديو جراف عن طاقم التحكيم وهنطلع فاصل وانتظرونا لسه معاكم مكملين في الأهلي في المونديال. ورجعنا لكم والأهلي في المونديال، ولأن الأهلي في المونديال فالحقيقة ممثل أفريقيا بيواجه شيء غير عادل ومش ممثل أفريقيا بس ودي قضية أنا شخصيا بتبناها لأن أنا بشوف أن الفيفا بترفع شعار الفير بلاي بشكل لا ينفذ ولا يطبق على أرض الواقع ولا يمكن يتقبله أحد وموسيماني كأحد أهم المناصرين للمدرب الأفريقي والفرق الأفريقية وحد بيهتم بالجانب ده قال تصريح مهم جدا على مواجهة بالميراس من نصف النهائي مباشرة اللي بيلعب فيه بالميراس قال إيه؟ قال كم مرة على الأفارقة إثبات جدارتهم؟ ما هو المعيار؟ لماذا يلعب بالميراس بداية من نصف النهائي؟ لقد فزنا في العام الماضي، ما هو الفارق؟ ده سؤال مهم وأنا بسأله للجميع. الفارق مش قيمة تسويقية، والفارق مش أنت بتلعب في قارة إيه؟ ده شيء غير عادل بالمرة. لما بنروح كأس العالم البطولة اللي بتضم الجميع ومفترض كأس العالم الأندية هي نسخة مختلفة للأندية بدلا من المنتخبات كل الفرق بتشارك من البداية لما بنشوف الفرق في أفريقيا بعدها بيشارك في أدوار تمهيدية لأن ده نتيجة مجموعة نقاط تراكمية ونتائج في المسابقات السابقة إنما فكرة إن نبقى كلنا أبطال قارات فلأن أنا قادم من أفريقيا تخليني ألعب أدوار تمهيدية وإنت القادم من أمريكا الجنوبية بكل غرور وتعالي وعدم إنصاف من الفيفا يخليك تلعب من نصف النهائي
ده شيء موسيماني بيصرخ صرخه مستغرب ان ناس كتيره ما صرختهاش من بدري، والاتحاد الافريقي عليه ان يشعر بالخجل من هذا الامر. لا ما هو هيشعر بالخجل من اننا بنلعب نصف نهائي امريكا اللاتينيه، طب ما التعارض ده كان فين الخجل؟ هو الموضوع بمنتهى البساطه افريقيا مهمشه بالنسبه للاتحاد الدولي، ولما ايتو انتصر انتصر للكاميرون وتنظيم الكاميرون ودوله الكاميرون، ولكن الاتحاد الافريقي عليها ان ينتصر للقاره، وعشان ينتصر للقاره ينتصر في القضايا اللي زي دي. لما يكون في تعارض مواعيد قول له انا عندي بطوله محترمه وعندي بطوله انديه محترمه، لابد من انت وانت بتحط مواعيد كاس العالم للانديه تحترم ممثل افريقيا ومواعيده عشان ما يحصلش التعارض اللي احنا شفناه والظروف الصعبه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي. يمكن موسيماني يتكلم لانه هو المهتم، هو اللي بيدفع الضريبه الاولى، لان طبعا المدير الفني وتحديدا مع نادي جماهيري وبشعبيه النادي الاهلي النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط ما بيعرفش جماهيره غير الفوز، فبالتالي دايما هو في الواجهه، فلازم هو اللي كان يصرخ. ولكن المفترض المسؤولين في الاتحاد الافريقي والمسؤولين من افريقيا في الاتحاد الدولي يتكلموا في قضايا تخص افريقيا، لان دي مش قضيه تخص الاهلي. خلوا قضايا تخص الاهلي ما تتكلموش فيها كالعاده، احنا اعتدنا ان ما فيش مسؤول في اتحاد افريقي او في الفيفا يتحدث في قضايا تخص الاهلي، وعشان كده ربنا كبير ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي زي ما تم توفيقه امام مونتري المكسيكي. لكن انا عايز قليلا بقى من الانصاف مع هذا المدير الفني الساحر الجنوب افريقي البيتسو موسيماني. يمكن ناس كتير بتنتقدنا احيانا لما بنحاول ننصف هذا الرجل، استباحوه كثيرا في الاعلام، بل استباحوا من حاول ان ينصف بيتسو موسيماني، فتنصف الارقام بيتسو موسيماني. طبعا عندنا ايقونه التدريب في القرن الجديد هو مستر مانويل جوزيه، لما تحط ارقام مستر مانويل جوزيه امام مستر بيتسو موسيماني في كاس العالم للانديه الارقام ستنحني امام بيتسو موسيماني الساحر الجنوب افريقي. مستر مانويل جوزيه لعب 7 مباريات، فاز في 2 فقط لا غير، واتهزم في 5، سجل 8 واستقبل 11. تعال نروح لبيتسو موسيماني اللي محتاج وقت، وهيكون هو فرصه كبيره جدا انه يتخطى مستر مانويل جوزيه. لعب 4 مباريات فقط لا غير، فاز 2، اتعادل مباراه، خسر مباراه واحده فقط لا غير، يمكن سجل هدفين واستقبل هدفين. لو جيت شفتها نسبه وتناسب هتلاقي ان بيتسو موسيماني يقدر يحطم ارقام مانويل جوزيه، بل يقدر كمان ربنا يكرمه ويحقق ميداليه افضل من الميداليه البرونزيه اللي حققها بيتسو موسيماني مثل ما حققها مانويل جوزيه. دي ارقام بتخدم بشكل كبير جدا بيتسو موسيماني. كابتن حسام البدري لعب 3 مباريات، فاز مباراه واحده، تعادل لا شيء، هزيمه 2، سجل 2، استقبل 4، وافضل مركز كان المركز الرابع. كابتن محمد يوسف لعب 2، اتهزم المباراتين، سجل هدف وتلقى شباك الاهلي في ولايته 7 اهداف. فاعتقد ارقام واضحه جدا بتنصف بيتسو موسيماني بشكل واضح جدا امام ارقام مستر مانويل جوزيه، فقليلا من الانصاف لهذا الرجل. نحو وجهات نظركم جميعا، حتى وجهه نظري لا قيمه لها امام انتصارات النادي الاهلي، ينتصر النادي الاهلي ولا تنتصر وجهه نظري. بيتسو موسيماني امامك خطوه واحده لتحقق ما لم يصنعه مدرب في تاريخ النادي الاهلي، وهو الوصول للمباراه النهائيه او تحقيقك البرونزيه الثانيه. دول هدفين عندك عشان تتفرد بيهم، حتى لو تفردت رقميا دلوقتي، ولكن هتتفرد على مستوى الانجاز الكبير. مش ده وبس، كمان لما تعرف ان بالميراس فريق قيمته التسويقيه بتصل 181 مليون اورو، وده رقم كبير جدا. كمان انا بشوف ان عادل ينتقم، وده اللي انا بخاف منه، وهو دودو. كنت في الدحيل بقول عنه شعر، وانا بشوف ان دودو من اللعيبه الاندر ريتد اللي مسيرتهم في رايي اقل من امكانياتهم. هو مع بالميراس طبعا ارقامه كبيره جدا في الدوري القطري، مساهم في 24 هدف في 22 مباراه، وفي رايي هو لاعب جيد جدا، لاعب بيمثل خطوره، لاعب مع بالميراس هيفرق خصوصا في وجود فيجا وسكاربا وروني، ولكن يبقى دودو لاعب تعب الاهلي مع الدحيل. اتمنى بكره يكون في رقابه وتعامل جيد معاه، لان هو من اهم مفاتيح اللعب في بالميراس. انت اتكلمت عن القيمه التسويقيه، النادي الاهلي قيمته التسويقيه حوالي 31 مليون اورو. اعرضوا الصوره دي تاني بعد اذنكم، عشان دول الخط الامامي اللي هيواجه النادي الاهلي بكره، قيمتهم التسويقيه 32 مليون يورو. رافائيل فيجا وروني اللي هو المتحرك راس الحربه اللي هو اساسا
وينج ليفت، ودودو اللي قادم من الدحيل او هو كان موجود في الدحيل اعاره وعاد مره اخرى لفريق بالميراس. الثلاثه دول هم الخط الامامي لفريق بالميراس، قيمتهم التسويقيه 32 مليون يورو. بشوف ان وراهم كمان ناس مهمين جدا زي دانييلو اللي عنده 20 سنه، وده شبه اليو ديانج تقريبا في كل شيء، في القوه وفي الاستخلاص، قاطع كرات، وكمان زي رافائيل. ونتمنى التوفيق يكون حليف النادي الاهلي، وننحي القيمه التسويقيه ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي قادر على الانتصار. وصلنا لنهايه حلقتنا، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، دعواتكم باذن الله يحقق النادي الاهلي الحلم الكبير بالوصول لنهائي المونديال، ونشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.